على باعتبار ان احنا تونا طبعا تعريف علم الفلك هو العلم الذي يدرس نشأة الأجرام الفلكية وحركتها ومواقعها، وهو أحد أقدم العلوم البشرية. لماذا؟ لأن الإنسان منذ وجد وهو ينظر إلى السماء ويحاول أن يتعرف على السماء وما فيها، ولذلك فعلا هو من أقدم العلوم البشرية. يختلف هو عن التنجيم كما ذكرنا، لأن التنجيم هو عبارة عن محاولة وضع علاقات بين الأجرام الفلكية وحركتها ومواقعها وبين الأحداث الإنسانية الاختيارية، وكما ذكرنا هذا لا يمكن اعتباره علم لأنه يبدأ من مقدمات هي بحاجة إلى إثبات، وبالتالي لا يمكن أن يبنى على مقدمات معقدة بالأساس، في العادة يبنى على أمور بسيطة أمور مسلمة. أيضا يختلف علوم الكونيات كما ذكرنا، باعتبار أن علوم الكونيات هي عبارة عن دراسة الكون بشكله الأعم، سواء كان بداية هيئته الحالية أو نهايته. يختلف علم الفلك نوعا ما، وإن كان الآن بشكل متداخل، وهو متداخل بشكل كبير مع الفيزياء الفلكية أو الأستروفيزيكس، لأن الأستروفيزيكس عبارة عن دراسة العلاقة بين القوى الطبيعية والأجرام الفلكية. القوى الطبيعية المختلفة سواء كان قوى الجاذبية، قوى الكهرومغناطيسية، القوى النووية، القوى النووية الضعيفة مثلا إذا اعتبرناها مستقلة، فكل هذه يعني تدرس من خلال الفيزياء الفلكية. وواقعا حاليا لا يمكن دراسة الفلك بعيدا عن الفيزياء الفلكية، يعني الفيزياء الفلكية أصبحت متداخلة مع علم الفلك. أسباب عدم اهتمام الناس بعلم الفلك، هنالك نوعان من الأسباب. النوع الأول أسباب حقيقية، والنوع الثاني هي أسباب ظرفية. نبدأ بالأسباب الحقيقية. الأسباب الحقيقية: واحد، تناوب الليل والنهار. تناوب الليل والنهار هذه عملية وظاهرة طبيعية قد تعيق تعلم الإنسان لعلم الفلك. كيف؟ أنا الآن عندما في العادة أشاهد النجوم عندما أنظر إلى السماء في النهار ولا في الليل، أشاهد جمال الكرة السماوية عندما أنظر في العادة إلى السماء في الليل، وبالتالي أرى التقسيمات والمجموعات النجمية وغيرها، كل هذا في الليل. عندما يحل النهار أنا لا أرى إلا في العادة بالعين المجردة، لا أرى إلا جرم أو جرمان، لا أرى إلا جرم أو جرمين عفواً لا أرى إلا جرمين، الشمس والقمر إذا كان كبير. وبالتالي فباقي المشهد يكون خفي على العين المجردة. يعني لو كنت أنا أراقب النجوم، إذا طلع النهار بعد بيختفي نصف المشهد، وبالتالي أحتاج أرجع إلى الليل، وهكذا أحتاج أتحرك أو أراقب سنة كاملة حتى أشاهد كامل مشهد السماء تقريبا، أو على الأقل 6 أشهر حتى أشاهد كامل السماء تقريبا. وبالتالي تناوب الليل والنهار بذاته يعيق تعلم أو التعرف أكثر على الأجرام الفلكية. أيضا هنالك سبب آخر، وهو بطء حركة الأجرام الفلكية بالنسبة لإدراك الإنسان. يعني الإنسان لو كانت الأجرام تتحرك بسرعة، يعني عندما تشرق، لاحظ معي أنا الجهة المقابلة لي هي جهة الشرق، الجهة اللي في خلفي هي جهة الغرب، عن يساري جهة الشمال وعن يميني جهة الجنوب. فأنا عندما أشير هنا في الأمام أقول تشرق، يعني مش تشرق من جهة الشرق اللي من أمامي. طيب، فبالتالي لو أشرقت الأجرام وكانت حركتها سريعة بالقدر اللي أنا ألاحظ الحركة، فبالتالي أستطيع أتعرف على حركة الأجرام بشكل واضح وبشكل أكثر سلاسة وأكثر سهولة. يعني أضرب مثال، وهذا المثال لو أراد بعضكم حتى يفتح المايك ويشارك معي ما في أي مشكلة. أنا لو سألت سؤال الآن في مناطقنا، هذه مناطقنا المدارية اللي هي شمال خط الاستواء وربما حول يعني مدار السرطان أو شماله أو جنوبه، هذه المناطق الشمس بالنسبة لنا إذا أشرقت من جهة الشرق، عندما تشرق من جهة الشرق هل تشرق وتتحرك عمودياً كذا وتمر فوق رأسنا عمودياً، أم أنها تشرق وتميل باتجاه الجنوب، أو تشرق وتميل باتجاه الشمال؟
هذا السؤال أنا أسأله، هو يثبت ما ذكرناها الآن، كيف أن بطء حركة الأجرام الفلكية بالنسبة لإدراك الإنسان هو قد يعيق. من منكم عنده إجابة لهذا الشيء؟ كيف تشرق الشمس وتتحرك يومياً؟ لا بل مو فقط الشمس، باقي الأجرام الفلكية كيف تشرق وتتحرك؟ خلينا نشوف. تميل باتجاه الشمال، أحد الإخوة يقول تميل باتجاه الشمال، يعني تشرق ثم تميل باتجاه الشمال إلى أن تغرب من جهة الغرب. أحد إلى أحد عنده مشاركة أخرى؟ شخص آخر قال تميل باتجاه الجنوب، ممتاز. طيب في شخص بعد يقول تتحرك بشكل عمودي كذا علينا، يعني تشرق من جهة الشرق، تحرك عمودي علينا إلى أن تشرق من تغرب من جهة الغرب. اتجاه الجنوب تقريبا. تفضل تفضل. اتجاه الجنوب، تتحرك باتجاه الجنوب، احسن، تتحرك باتجاه الجنوب، جيد. سؤال، خلاص يكفي. السؤال هو لماذا اختلفنا؟ لماذا اختلفنا؟ فقال البعض باتجاه الشمال وقال البعض باتجاه الجنوب، مع ان الشمس يوميا نشوفها تشرق، الشمس يوميا نراها تشرق، لماذا اختلفنا؟ اختلفنا لان الشمس تتحرك بشكل بطيء. لو كان الشمس تتحرك بشكل سريع لكنا متفقين جميعا، شوف ذاك حركتها واضحة، تشرق وتميل باتجاه الجنوب. بما أن احنا في نصف الكرة الشمالي، كل الأجرام بما فيها الشمس تشرق وتميل باتجاه الجنوب ثم تغرب. طبعا عندما نكون في فصل مثلا الصيف، الشمس تشرق من جهة الشمال الشرقي، يعني بتكون مائلة من جهة الشمال الشرقي، ومع ذلك تميل باتجاه الجنوب عندما ترتفع إلى الرأس ثم تغرب باتجاه الشمال الغربي. بينما مثلا في وقتنا هذا في فصل الشتاء، ونحن يعني للتو بدأنا فصل الشتاء في 21 ديسمبر، فإن الشمس تشرق من جهة ماذا؟ من جهة الجنوب الشرقي، ثم من جهة يعني الشرق باتجاه الجنوب الشرقي، ثم تميل أكثر باتجاه الجنوب كلما ارتفعت، وترجع إلى جهة الجنوب الغربي. واضح. فالكلام أن الشمس وباقي الأجرام الفلكية عندما تتحرك يوميا هي تميل باتجاه الجنوب. سبب التوقف أو الاختلاف الإجابة على هذا السؤال هو بطء الحركة. عامل آخر أيضاً قصر عمر الإنسان مقارنة بالتحولات والدورات الفلكية، يعني بعض الكواكب حتى يدور يكمل دورة في السماء يحتاج إلى سنوات، يعني مثلاً زحل يحتاج إلى أكثر من يحتاج إلى أكثر من 9 سنوات حتى يكمل دورة. طبعاً هو طبعاً أبعد الكواكب، يعني ونظرنا مثلاً إلى جرم آخر وهو مذنب هالي، مذنب هالي يحتاج حتى يدور إلى كم؟ إلى 76 سنة. هذا المذنب صار ظل يطلع، وهو يعني يطلع من تقريباً أكثر من 2000 سنة، يعني ويمكن أكثر حتى من هذا. ولكن الإنسان ما التفت إلى أن هذا المذنب يدور كل 76 سنة إلا قبل تقريباً 300 سنة. والسبب هو أن عمر الإنسان قصير، وبالتالي إذا ما صادف واحد ملتفت والتفت إلى هذا المذنب مثلاً وهو في عمر الصبة، ثم التفت له وهو في عمر الشيخوخة، ما بيلتفت، فكر أن هذا شيء ذاك شيء آخر، أو هذا مذنب وذاك مذنب آخر. واضح. فهذا قصر عمر الإنسان. هذا طبعاً هذه بالمناسبة 76 سنة هذه فترة قصيرة بالأرقام الفلكية، إحنا الأرقام الفلكية نتحدث عن مئات وآلاف لا بل ملايين السنوات. هذا سبب حقيقي. سبب ثاني، النوع الثاني الأسباب، وهي أسباب ظرفية. وأحد هذه الأسباب أولاً ظهور وسائل توقيت أدق من الاعتماد على الأجرام. سابقاً كان الإنسان يعتمد على الأجرام وحركة الأجرام الفلكية يعتمد عليها في توقيته. الآن ظهرت وسائل أداء واقعا، يعني هذه الساعات الجوالات تعتبر بالنسبة إلى وسائل أداء، ما يحتاج يرفع رأسه. هذا سبب. يضاف إلى هذا السبب كثرة الأضواء الكهربية التي تحجب عن عامة الناس جمال القبة السماوية.
يعني احنا الان مثلا في فصل الشتاء نشاهد بعض المجموعات النجميه شوفها مرتفعه وهي نوعا ما ظاهره لسبب ان هذه المجموعات قويه نوعا ما واضاءتها قويه فتظهر حتى في المدن. سبب اخر ان احنا في فصل الشتاء اذا ما كان في غيم في العاده يكون الجو صافي، اما فيما عدا ذلك فان الاجرام اللي نشاهدها داخل المدن قليله جدا، وبالتالي هذا الجمال جمال القبة السماوية ما عاد شيء جاذب بالنسبة إلى عامة الناس، واضح. ولذلك هذه كثرة الأضواء تعتبر سبب معيق ظرفي بذاته. سبب آخر أن الاعتقاد بأن علم الفلك علم معقد ويحتاج الكثير من الجهد لفهمه، أو الاعتقاد أنه نوع أو ضرب من ضروب التنجيم وبالتالي يجب الابتعاد عنه. هذه كلها أسباب، تجعل اللي هو دراسة الفلك ظرفيا نوعا ما فيها صعوبة، أو تضع كما يقال نوع من الحاجز بين الإنسان وتعلمه. يعني مثلا إذا اعتقد أن علم الفلك من التنجيم وبالتالي في إشكال شرعي وما شابه، هذا قد يكون حاجز. بينما ذكرنا إحنا الآن علم الفلك علم ليس له علاقة بالتنجيم، علم قائم على مقدمات بسيطة ويعتمد على الوسائل المنطقية، وسائل البرهان المنطقي للوصول إلى نتائجه، فهو علم وليس ضرب من ضروب التنجيم. طيب نواصل أكثر. أهمية تعلم علم الفلك: أولاً علم يرى المخلوق عظمة الخالق ودقة صنعه، وهو أحد مصاديق التفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أنت حتى تتعرف أكثر، يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو أنت حتى تفهم هذا الكون وتعرف عظمة ودقة من خلق هذا الكون، جيد أنك تتعرف على ما خلق. يعني أفلا يتفكرون في خلق السماوات والأرض وغيره وأقع من الآيات؟ لا، بل هذا أمر إنساني، أمر فطري أن الإنسان ينظر إلى هذا الكون بذاته. أيضاً علم يرى الإنسان سعة هذا الكون ومقدار الحيز الزماني والمكان الذي يشغله في هذا الكون. يعني هذا الكون مترامي الأطراف، إحنا هل فكرنا إحنا في هذا الكون كم نمثل الكرة الأرضية؟ إحنا في الكرة الأرضية كم نمثل كإنسان؟ وفي الكرة الأرضية في المجموعة الشمسية كم تمثل؟ والمجموعة الشمسية في المجرة كم تمثل؟ والمجرة في هذا الكون كم تمثل الكون المعروف؟ والكون المرصود في الكون في الأكوان، أو في خلنا نقول باقي أجزاء هذا الكون من الأشياء أو المواد غير المرصودة كم يمثل؟ واقعا يعني لو نظرنا الإنسان لا يمثل شيء، ولذلك فعلاً خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أيضاً علم من خلاله يمكن تعلم عدد السنين والحساب اللي تقوم عليه أمور الناس المدنية والشرعية. أيضاً من خلاله يمكن الاستفادة العملية في تحديد الاتجاهات، مواعيد المد والجزر، فارق التوقيت وغيرها. وأخيراً الفائدة التشريعية والأخلاقية السلوكية لتعلم علم الفلك، وهذه واقعا هي فائدة مشتركة في جميع العلوم، ولكن ربما يغفل عنها عند تعلم العلوم. يعني احنا نقرأ في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، يقول له يا أبا ذر إن بهالمعنى، يعني وصية المطولة، يقول إن علماً لا يبكيك لحقيق أنه لا ينفعك. العادة العلوم دائماً تجعل الإنسان يخشع، يخشع لمجمل الأمور، يعني بلا شك هو يخشع، رأس الخشية كما يقال، مخافة الله بلا شك وذلك رأس الخشية، ولكن في العادة الإنسان يخشع، يعني يتواضع إذا حس أنه ما هو إلا جزء صغير في هذا الكون، ما هو إلا مخلوق محاط بالكثير من الاضطرابات، ما هو إلا مخلوق عمره قصير جدا، ما هو إلا مخلوق واقعا هو في خضم هذا العالم المترامي، وبالتالي يجعل في قلبه نوع من الخشوع. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا
يعلمه كيف أن هذا الكون المبتني على سنن، هذه السنن التي تطبق على أجزاء الكون الواسعة قد تطبق على أجزاء الكون الصغيرة، قد تطبق على نفس الإنسان. يعني كما ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني فعلا الإنسان عندما يتعرف إلى هذا الكون هو يتعرف على نفسه، هو يتعرف على المحيط اللي حوله، هو يستطيع أن يعني يكون عنده عقلية كما يقال، يعني يكون له من الحكمة بحيث أنه يستطيع أن يبني الأمور بشكل صحيح، يكون عنده نوع من الحكمة سواء كان في ترتيب الأمور، في بناء الأمور، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الصغير مع الكبير. واقعا عندما ينظر إلى هذه السنن ويتعرف على هذه السنن فإنه بلا شك يكون متزنا أكثر في تعامله مع مجمل المحيط به، في تعامله بلا شك مع خالقه، في تعامله مع الناس، في تعامله مع الكون. واقعا أنا أضرب مثال فقط يوضح هذا الأمر، وهو وغير ويوجد غيرها الأمثلة الكثير الكثير. يعني عندما مثلا نقرأ الآية الكريمة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، وهي عروس القرآن: والسماء رفعها ووضع الميزان. لاحظ الميزان معرف، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أيضا معرف، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فكأنما الميزان الأول الذي رفعت به السماوات هو الميزان الذي، والسماء رفعها ووضع الميزان، الذي هو نفس الميزان الذي وضع لكي يقوم الناس بالقسط، هو نفس الميزان الذي أمر الناس ألا يطغوا فيه ولا ينقصوه. واضح؟ فبالتالي كأنما هو ميزان واحد، وبالتالي عندما نتعرف على الميزان التكويني هذا يقود بالضرورة إلى فهم أكثر وتعرف أكثر واتزان أكثر في التعامل مع الجوانب التشريعية. وأضرب فقط مثال، وهو مثال يعني سنة من سنن هذا الكون، وهي سنة التدرج. سنة التدرج هي هذه السنة التي خلق بها السماوات والأرض. لو ننظر إلى جميع أجزاء هذا الكون سواء الأجزاء الصغيرة أو الكبيرة، هي لا تتطور أو لا تخلق أو تصل إلى هيئتها الحالية إلا بمرورها في مراحل، سواء كان كإنسان من نطفة وعلقة وما شابه إلى الأجزاء المترامية من هذا الكون. هذا أمر واقعا يدعو إلى الحلم، يدعو إلى الأناة، يدعو إلى أن عندما نؤسس شيء لابد أن نلحظ هذا الجانب، جانب التدرج. لا يمكن أن نضع شيء ونؤسس شيء دفعة واحدة، لابد أن يمر بمختلف المراحل الطبيعية اللي مر بها هذا الكون، اللي مر بها أكبر جزء من هذا الكون، وهي التدرج. ولذلك عندما نقرأ الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول: إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولو شاء أن يخلقها في أقل من طرفة عين لفعل، ولكنه جعل الحلم والأناة مثالاً لأمنائه. يعني الناس لازم تتعلم من هذا الشيء، تتعلم من هذا التدرج. وبالتالي إحنا لابد عندما نؤسس شيء، عندما نتعامل حتى مع الصغير والكبير، لابد أن نلحظ أن بعض الأحيان حتى لو كان الإنسان صغيراً أو كبيراً لابد أن يمر بهذه المراحل، مراحل التدرج في بناء الأمور وفي تقييم الأمور. أنا فقط يعني توقفت عند هذا الموضوع لأن في العادة موضوع مغفل. لننتقل الآن إلى تطور علم الفلك. كيف تطور علم الفلك؟ علم الفلك المكتوب والمسجل شهد تطور واسع في الفترة قبل الميلاد وحتى القرن 21. وبالمناسبة موجود منهج لهذه الدورة، وفي منهج الدورة يوجد الكثير يعني من التفصيلات اللي بنذكرها. احنا بنذكر فقط رؤوس أقلام، التفاصيل أكثر موجودة في المنهج، وبإمكانكم تحملوه من خلال صفحة الدورة في موقع الجمعية.
أولاً مرحلة العصور القديمة، وهي التي من تقريباً 10,000 سنة قبل الميلاد، لا بل البعض يرجعها إلى 20,000 سنة قبل الميلاد. وهذه طبعاً شملت شعوب ما بين النهرين، دجلة والفرات، الفرات، الصينيين، قدماء المصريين، الهنود وغيرهم من هذا. وهذول تعرفوا واقعاً على كثير مما نعلمه الآن مما يرتبط بالحركة الظاهرية للأجرام. مثلاً تعرفوا على الكواكب الخمسة، وهي عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري. تعرفوا على النظام الستيني، قسموا الدائرة إلى 360 درجة، قسموا اليوم إلى ليل ونهار وساعاته 12 ساعة، استطاعوا تفسير ظاهرة 12 ساعة ليلة 12 ساعة، استطاعوا تفسير ظاهرتي الخسوف والكسوف، بالإضافة إلى أنهم أدركوا كروية الأرض. كروية الأرض أمر محسوب عند الإنسان من تقريباً 20 سنة. الإنسان كان يشاهد كروية الأرض بعينه، مو فقط يدركها من خلال الأمور اللي يشاهدها أو هي كنتيجة، لا، إنما كان يشاهدها بعينه. الإنسان بعينه كان يشاهد كروية الأرض. والغريب إن إحنا يعني في صغرنا ما كنا أصلاً، ما طرأ على بالنا لما جينا نسأل كروية، ندرس الأرض كروية وندرس ما يرتبط بها، ما كان أصلاً يطرأ علينا أن الأرض غير كروية. الأرض كروية بأمور بديهية، بأمور وجدانية نشاهدها، يعني أمور كثيرة واقعاً. يعني الآن لو أردنا نحصي الأمور اللي نشاهدها بعيننا أو النتائج المرتبطة بكروية الأرض، يمكن أن نحصي آلاف الأمور. بالتالي هذا أمر ما معقول وما مقبول أن يطرح في هذا العصر، إلا الإنسان بلغ ما بلغ من العلم. لنتكلم عن لا نتكلم عن الخروج وغزو الفضاء وما شابه. يعني الإنسان باتزانه العلمي الحالي، بمعرفته بالضوابط العلمية، بعد هذا الأمر ما عاد يطرح الآن في يناقش. أمر من البديهيات ومن المسلمات ومن الوجدانيات، لا بل الإنسان أدركه ورآه بعينه قبل 20,000 سنة. كيف رآه بعينه قبل 20,000 سنة؟ أنا الآن لو كان عندي كرة، هذه عندي الكرة الأرضية، هذه الكرة الأرضية، لو كانت حجم الكرة الأرضية بهذا الحجم، أنا أدرك أن هذه كرة ولا ما أدرك أن هذه كرة؟ كلكم تجيبوا أن فعلاً نحن نشاهدها كرة. طيب لو ضاعفنا حجم هذه الكرة إلى 50 مرة نشاهدها كرة؟ نشاهدها كرة. لو ضاعفناها إلى 100 مرة، إلى 1,000 مرة نشاهدها كرة؟ نعم، بنضل نوعاً ما نشاهدها كرة. لو ضاعفناها إلى حجم الأرض الحالية، كيف ندرك أنها كرة؟ ندرك أنها كرة مثل ما أدركنا أن هذه كرة. كيف ندرك أن هذه كرة؟ شايف هذه الكرة، أنا عندما أنظر لها أو أنت تنظر لها، أنت تنظر لها تشوفها على شكل مكور، وبالتالي شايف يدي عندما تبتعد أنت تشوفها كأنما هي تختفي، عندما تقترب يظهر الجزء الأول، يعني أنا خلني أرفع الخاتم، شايف يظهر في البداية الخاتم ثم تظهر اليد. نفس الشيء بالنسبة إلى الكرة الأرضية الحالية، هكذا تظهر الأمور، وهكذا الإنسان قبل 20,000 سنة التفت إلى هذا الشيء، كيف أن الأمور الأشياء تبدو أعاليها قبل أسافلها، كيف أن الأشياء البعيدة تختفي، لو كانت الأرض مسطحة لما اختفت. هذا الشيء اختفت. نعم إخوان، تفضل إذا عندك سؤال. أيضاً لو الإنسان بعينه رأى التكور، كيف رأى بعينه؟ كما احنا نشوف هذه، شايف الكره هذه كيف نشوفها مكوره، الانسان راها بعينه. كيف راها بعينه؟ الانسان استطاع ان يفسر الخسوف والكسوف قبل تقريبا اكثر من 10,000 سنة. كيف فسر؟ قال الخسوف، خسوف القمر عباره عن خسوف القمر، لو فرضنا ان القمر في مكان مثلا في هذه الجهه، هذا القمر في هذه الجهه، ظل الارض، عندما يدخل القمر داخل ظل الارض فإنه يخسف القمر، وهذا بندرسه أكثر إحنا في الخسوف والكسوف، لكن الإنسان تعرفه وعرفه. طيب يخسف القمر إذا دخل في ظل الأرض، لاحظ الإنسان
انه عندما يكون خسوف جزئي يكون ظل الارض على شكل خط مستقيم ولا على شكل قوس؟ انتم كلكم لاحظتوا الخسوف يكون على شكل خط مستقيم ولا على شكل قوس؟ يكون على شكل قوس. فاذا هذا ظل الارض، الارض قوس، الارض مكوره. على كل حال هذا امر انا ابغى اتجاوزه، ولكن واقعا لماذا طرح في هذه الفتره؟ ما هو السبب؟ انسان المفروض خلاص يكون بعد خلاص وصل الى مرحله انه تجاوز هذه الامور. واقعا هذا مرتبط بالانسان وب يعني اضطراب الانسان وبشيء غير سليم في ذهن الانسان، وهو مبدا التشكيك. مبدا التشكيك هذا ليس مبدا علمي بالمطلق، مبدا التساؤل هو المبدا العلمي. والفرق بينهما فرق واسع، بين السماء والارض فرق بينهما 180 درجه. كيف؟ التساؤل يقوم على إثبات الحقائق القائمة، الحقائق القائمة المثبتة تظل مثبتة، إنما أنا أتساءل. يعني شايف أنت المتهم، المتهم كما يقال بريء حتى تثبت إدانته. إحنا هذه الحقائق اللي نسمعها أو نشوفها شبه مثبتة أو مثبتة أو مطمئن لها تظل هي في باب الإمكان، في باب الحقائق. فلو طرحنا عليها التساؤل نتساءل ما هو هذا الإشكال، ما هو سبب هذا الإشكال، يظل أن هذه تظل حقائق. فإحنا نطرح هذه الإشكالات عليها كتساؤل. ولكن التشكيك بالعكس، التشكيك يأتي فينسف، يقول ما هذه مو صحيحة. إحنا نبدأ ننطلق من عدم وجود، من عدم الصحة. فهذا هو الفرق بينهما. ولذلك أنه ينطلق من عدم الصحة يشكك في كل شيء ولا يبقى عنده ضابط للتعلم وللعلم. واضح؟ على كل حال ننتقل، نتجاوز هذه النقطة. فهذه مرحلة العصور القديمة. طبعاً جت بعدها نظرة أرسطو، وهذه مرحلة تعتبر العصور القديمة ولكنها تعتبر متأخرة، وهي العصر الإغريقي اللي هو عصر أرسطو، اللي يعتبر أبو المنطق كما يقال، عام يعني مؤسس للمنطق، وإن كان المنطق حتى قبل أرسطو موجود. وبطليموس اللي يعتبر أبو النموذج الفلكي اللي ساد العالم إلى مدى تقريباً 2000 سنة. ظل هذا نموذجه، نموذج بطليموس قائم على مركزية الأرض، الأرض هي المركز والأجرام اللي تدور حولها. والسبب في ذلك سببان واقعا وليس سبب واحد. السبب الأول هو أن الإنسان يشوف أن الأجرام تشرق وتغرب حوله، فبالتالي التفسير البدوي كما يقال أن هذه الأجرام تدور حول الأرض، فأنا نشوفها تشرق وتغرب حولنا. فإذن الأجرام بشكل عام كلها ككلها تدور حول الأرض. هذا فكرة أو هذا مبدأ يقوم عليه هذا النموذج. المبدأ الثاني وهو مبدأ فلسفي وليس فقط مبدأ رصدي وجداني كما يقال. والمبدأ الفلسفي قائم على أن الجسم المتناسق هو الجسم الكروي والذي هو يمثل الأرض، والأرض مصنوع مكونة من أثقل الأجزاء، من أثقل الأجزاء اللي يعرفها الإنسان، وهي الحجارة. طبعاً الحجارة تشمل المعادن أيضاً، الحجارة في ذلك الفترة تشمل حتى المعادن، المعادن تستخرج من الحجارة. فالحجارة والتراب هي الأثقل، فبالتالي هي اللي بتكون في المركز، يحيط بالجزء بالمادة الأثقل المادة اللي أخف منها، والمادة اللي أخف منها هي ماذا؟ هي الماء. فالماء يحيط بهذا التراب، لأن الإنسان كان يشاهد حتى البحيرات تحت تراب، البحر تحت تراب، فيحيط الماء بالتراب، وهذه الفكرة الفلسفية. ثم يحيط بالتراب الهواء، ثم يحيط بالهواء، طبعاً الهواء لأنه بده يستنشق يشوف الهواء، ثم يحيط بالهواء النار. طيب كيف استنتج أن في طبقة من النار تحيط بالأرض؟ شاف أن الشهب إذا دخلت تحترق، فقال أن في هنالك طبقة من النار. زين، فهذه الطبقة اللي تحيط بالهواء، ثم بعد الهواء بعد النار في طبقة تسمى الأثير. الأثير هذه طبقة شفافة جوهرية يعتبرها، والأجسام اللي تسير فيها أجسام جوهرية وحركتها حركة جوهرية. ولذلك قسم العالم أو الكون
حسب التقسيم الفلسفي القديم، ولا ظل يتوارث وظل يعني يقبل، يعني ظل يتكلم به الفلك بعض الفلكيون وبعض الفلاسفة على أن أمر مسلم أن قسم الكون إلى العالم السفلي وهو عالم البلا والتغير والأعراض اللي يشوبه التغير، والعالم العلوي الذي لا يشوبه التغير اللي هو من بعد يعني الأثير في طبقة الأثير وبعد الأثير. فقال أن هذه الأجرام اللي نشوفها تدور حولنا سواء شمس، قمر، كواكب، نجوم، هذه أجسام جوهرية لا تعتريها الأعراض، بمعنى أنها لا تتغير، لا تتغير ولا تموت ولا تفنى. واضح؟ فهذه الفكرة الوجدانية الفلسفية ظلت مهيمنة على النظرة العلمية إلى تقريباً 2000 سنة. طبعاً هذه النظرة كما يقال، طبعاً بأشير إلى هذه النظرة إسلامياً ما مقبولة، ولذلك علماء المسلمين من البداية طبعاً الآيات والروايات واضحة أنها ضد الأساس الفلسفي مالها، تقسيم الكون إلى كون الأعراض وكون الجوهر أو عدم التغير أو كون عالم البلا وعالم الجوهر أو الغير متغير الذي لا يبلى، هذا تقسيم غير صحيح. ولذلك الآيات تتحدث على أن كل إلى أجل مسمى، الشمس والقمر والنجوم كل يجري إلى أجل مسمى، وعلى أن النجوم طمست والسماء فرجت وما شابه، كل هذه الآيات اللي طمس النجوم، فناء الشمس، فناء القمر وما شابه، لا بل هي الآيات واضحة تقول أمم أمثالكم، كل هذه مثلكم أنتون، يعني مثل الأمم اللي تحيا وتموت وتمر بهذه المراحل. واضح؟ فهذا كان واضح في البداية الاختلاف بين الأساس الفلسفي لهذه الفكرة والنظرة الدينية. ولذلك واقعاً تبين الآن بالعصر الحديث أن هذه النظرة الأساس الفلسفي لهذه النظرة هذا غير صحيح بالمطلق. كل هذه الأجرام اللي حولنا بحسب العلم الحديث كلها يعتريها أو تؤثر عليها القوى الطبيعية اللي إحنا نشوف. طبعاً العصر الإسلامي، طبعاً تكلم عن العصر الإسلامي كفلكيين، ما تكلم عن الروايات، وإلا الروايات وهذا هذاك جانب واسع واقعاً، وألا يعلم من خلق، يعني واقعاً ما ورد في الروايات وما ورد في الآيات هي أبعد حتى مما نتصوره نحن. هي تحدثت مو فقط عن عالم الإنسان رصده، لا بل عن عالم القدم ما بعد ما قبله اللي هو وجود الكون. على كل حال هذا العصر، العصر الإسلامي اللي هو من عصر 900 إلى 1300 ميلادي، هذه جاءت في عدة إشارات إلى أن الكواكب قد تدور حول الشمس، مثل ابن الهيثم، ابن الزرقالي، ابن الشاطر أو الطوسي. كذلك تم فصل علم الفلك والهندسة، فصلهم عن بعض، كان يعتقد سابقاً أن الهندسة مرتبطة بالعالم العلوي، نصير الدين الطوسي قال هذه مو فقط عالم العلوي، هذه هندسة ممكن تطبق في أي مكان مو فقط في العالم العلوي. على كل حال هذه المرحلة يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية أسست، طبعا هذه النظرة القديمة كيف كان يعتقد أن الأرض بالقمر حولها ثم عطارد ثم الزهرة ثم الشمس. ليش هذا التقسيم؟ لأن عطارد والزهرة لاحظوا أنهم قد يمروا أمام الشمس، وفعلا يعني إحنا قبل عدة سنوات إذا تذكروا عطارد مر أمام الشمس، الزهرة أيضا مرت أمام الشمس وعندنا صور لهم. بالإضافة طبعاً تابع التطور، طبعاً ما عاد خلنا نواصل، بعدها تجي الشمس، بعدها يأتي، بعد الشمس يأتي المريخ، بعد المريخ مشتري، وبعده زحل، وبعده عبارة عن كرة من الثوابت كما يقال. ثوابت يعني النجوم مثبتة فيها لا تتحرك. وليش الإنسان قال لا تتحرك؟ لأنه شاف أشكال النجوم ما تتغير، وبالتالي اعتقد أن هذه النجوم ثابتة، بينما في الحقيقة ليست ثابتة مثل ما بندرسها، هذه حركتها سريعة جداً ولكن بسبب بعدها إحنا نظن أنها ثابتة. طيب نواصل. فإذا نتابع التطور نأتي للعصر الحديث، والعصر العلمي الحديث بدأ من اكتشاف
أو من حدث فلكي. يعني دائما يقسم العصر الحديث إلى عصر علمي حديث وعصر اجتماعي حديث. العصر العلمي الحديث يحسب من نموذج كوبرنيكوس، عندما وضع كوبرنيكوس في عام 1554 نموذجه القائم على أن الشمس هي المركز والكواكب تتحرك، مو الشمس وقع، أن الكواكب تدور حول الشمس في مسارات دائرية. هذا اعتبر بداية العصر العلمي الحديث. طبعا العصر الاجتماعي يقال أنه مع بداية الثورة الفرنسية. طبعا بعد كوبرنيكوس جاء غاليليو طبعا، وغاليليو أيضا التفت إلى هذا الأمر ورصد، طبعا معذرة يمكن كبلر يكون سبق غاليليو في هذا، ولكنهم في وقت واحد. خلينا نبدأ بكبلر ثم نرجع إلى غاليليو. كبلر طبعا رصد وأخذ أرصاد مسجلة على مدى 20 سنة لراصد اسمه تايكو براهي، أخذ هذه الأرصاد وحللها وتوصل إلى أن النموذج الأنسب ليس كواكب تدور في مدارات دائرية حول الشمس، وإنما في مدارات بيضاوية. ووضع كبلر قوانينه الثلاثة، القانون الأول اللي ينص على أن المدارات بيضاوية، والقانون الثاني اللي يحدد أن الكوكب عندما يكون قريب من الشمس يكون سريع، وعندما يكون بعيد عن الشمس يكون بطيء، بالإضافة إلى القانون الثالث الذي يحدد العلاقة بين الزمن الدوري للكواكب وبين أنصاف أقطار. هذه قوانين كبلر اللي تدرس في فيزياء واحد في الثانويات. ثم جاء بعده غاليليو، أو في زمنه غاليليو، وغاليليو يعتبر أول من استخدم المناظير لرصد الأجرام الفلكية، واستطاع أن يرصد كوكب المشتري بأقماره، ولاحظ أن الأقمار تدور بشكل واضح على المشتري، فبالتالي ليس فقط الكرة الأرضية تدور حولها الأجرام، إنما ممكن يكون أجرام أخرى تدور على بعضها البعض. ثم رصد كوكب الزهرة، ولاحظ أن كوكب الزهرة يمر بأطوار، يعني يصير في حالة هلال، في حالة تربيع، في حالة بدر، فقال هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان كوكب الزهرة يدور حول الشمس، وبالتالي الأرض أيضا تدور حول الشمس، وقال كلمته المشهورة ومع ذلك هي تدور. ثم جاء نيوتن، ونيوتن وضع الأساس العلمي لهذه القوانين من خلال قانون الجاذبية ومن خلال قوانين، يعني الذي فسر هذه القوانين هو نيوتن بقوانينه. جاء ماكسويل، وماكسويل وضع الأساس لمعرفة حقيقة الضوء القادم من الأجرام الفلكية، لا بل الضوء، فوجد أن الضوء ما هو إلا موجات كهرومغناطيسية، وبالتالي يمكن دراسة الأجرام من خلال اعتبار الضوء اللي يمر فيها موجات كهرومغناطيسية. جاء بعده بلانك في بداية القرن العشرين، بلانك 1900، ووضع فكرته وأساسه لنظرية الكم. ونظرية الكم هي النظرية الأدق من قوانين نيوتن لفهم الكون في بعده الصغير، في بعده الصغير. جاء بعد بلانك أينشتاين فوضع نظريته النسبية، النسبية سواء كان الخاصة ثم العامة، ولا استطاع أن يفسر الكون وحركة الأجرام في بعدها الواسع والكبير. ولذلك قوانين نيوتن يمكن أن يقال أنها صحيحة في أبعاد معينة، أما إذا جينا إلى أبعاد صغيرة نحتاج فيها إلى نظرية الكم، وإذا جئنا إلى أجرام ذات كثافة عالية نحتاج فيها إلى النظرية النسبية. ثم جاء بعد أينشتاين هابل، وهابل رصد الكون ورصد أن هذا الكون مكون ليس فقط من نجوم مثل ما نلاحظها، وإنما مكون من مجرات، والمجرات عبارة عن تجمعات نجمية تتألف من مليارات النجوم، واضح؟ وما مجرتنا التي نحن فيها واللي اسمها درب التبانة أو اللبانة ما هي إلا واحدة من ملايين المجرات الموجودة حسب نظرة هابل، فيما بعد تبين إنما هي إلا واحدة من عشرات آلاف المليارات من المجرات.
طيب مركزية، طبعا مركزية الشمس حسب نظرية كوبرنيكوس أو نظرية ما نظرية كيبلر يمكن تكون هذا هو شكلها. طبعا فيما بعد جاءت فكرة، طبعا بعد هابل وبعد ما تم تطبيق النظرية النسبية وجدوا أن كأنما الحل البسيط لهذا الكون كما هو قائم حاليا مثل ما رصده هابل ورصد فيما بعد وتبين أن الكون يتمدد ويتوسع، فكأنما هذا الكون بدأ من نقطة واحدة وانفجر منها وأخذ يتوسع، وبالتالي إذا اعتبرنا هذه النظرية نظرية صحيحة يمكن من خلالها حساب حتى طاقة هذا الانفجار ودرجة حرارة الكون الحالية، حسبت في البداية حساباً بناء على النظرية النسبية وبناء على حل النظر النسبية. وبالفعل فيما بعد وجدوا أن هذه درجة حرارة الكون الحالية المبنية على هذه النظرية تم رصدها في جميع جهات هذا الكون، وبالتالي هذا شيء يثبت بنحو ما هذه النظرية وهي نظرية الانفجار العظيم. فنظرية بداية الكون قائمة على نظرية الانفجار العظيم ونهايته، طبعا نهايته الهيئة الحالية لحد الآن غير محددة بالضبط، هل الكون فعلا يتمدد بالشكل غير قابل لأن ينكمش أو هو يتمدد بحيث يصل إلى مرحلة يصبح فيها تمدده بشكل بنسبة ثابتة، أو لا هو بيصل إلى مرحلة ثم يبدأ ينكمش، هذا لحد الآن مو محدد تماماً، وإن كان البعض يميل إلى أن بيصل إلى مرحلة يكون فيها مستوي يتمدد بشكل بنسبة ثابتة. على كل حال السؤال هو هذه النظرية هل فيها إشكال لما البعض يطرحها؟ ليكن في علمكم أن تاريخياً أول من وقف أمام هذه النظرية هم الملاحدة. لماذا؟ لأن الملاحدة كانوا يعتقدوا بأزلية هذا الكون، يعني ليس له بداية ليس له نهاية وبالتالي بشكل عام لا يتغير. أما هذه النظرية أثبتت أن الكون المحسوس له بداية ويمكن أن يكون له نهاية، وبالتالي أول من وقف أمام هذا واقعا هم الملاحدة. وبالمناسبة وهذا من عجيب يعني ما ينقل، أول من استخدم مصطلح البيج بانج أو الانفجار الكبير عالم اسمه هويل، أعتقد ماكس أو جون هويل، هذا أظن ما زال حي، هذا من أصحاب نظرية الكون الثابت أو الكون الأزلي كما يقال. فهو لما كان يناقش يقول إحنا أصحاب نظرية الكون الثابت أو الكويس ستاتيك يونيفيرس، والنظرية الجديدة كان يسميها البيج بانج، ف يعني اقتبست من مصطلحه وسميت البيج بانج أو الانفجار العظيم. طيب محدودية الزمان للإنسان، لو اعتبرنا أن الانفجار الكبير حدث قبل يوم فإن المجموعة الشمسية والأرض تكونت في الساعة 17 يعني الساعة 5 مساء، الأسماك والزواحف في الساعة 11:41 يعني قبل نهاية اليوم 19 دقيقة، الديناصورات في الساعة 11:45، الإنسان وجد قبل ثانيتين فقط، من الإنسان كجنس وليس كشخص من نهاية اليوم إذا اعتبرنا أن نهاية اليوم هو الوقت الحالي، واضح. فالإنسان طبعا لما نقول الإنسان كجنس الآن نظرية تتحدث عن 5 مليون 6 مليون سنة مو قبل آلاف، يعني إذا رجعنا لقبل 6 مليون هذه كأنما هي قبل ثانيتين بحسب عمر الكون اللي الآن يعتقد به تقريبا 13 مليار سنة وفاصلة 7 تقريبا. محدودية المكان مثل ما ذكرنا، لو اعتبر حجم الإنسان أقل من 1/10^20 من حجم الأرض، حجم الأرض أقل من 1 مليون من حجم المجموعة الشمسية، الشمس هي 1 من 100 مليار نجم يعتقد بوجودها في مجرتنا، المجرة هي 1 من 10,000 مليار مجرة يعتقد بوجودها في الكون. أخيرا الإنسان كجسم مادي لا شيء في هذا الكون،
الإنسان بعقله هو أكبر وأعظم مخلوق يستطيع أن يحتوي الكون والزمان والمكان بفكره الذي أودعه الله إياه، ليس فقط بالعقل وإنما بالوسائل. العقل بذاته لا يعني العقل مصباح يضيء لك بشكل محدود، أنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى ماذا؟ إلى العلم. لم يستضيئوا بنور العلم، نحتاج إلى العلم. العلم هو اللي يعتبر ضوءه أطول أو أكبر من العقل. العقل فعلا هو الشيء اللي قريب منه نحتاجه حتى نستخدمه، ولكن احنا نحتاج إلى الأدوات العلمية، لأن هذول الأغريق لما وضعوا مركزية الأرض كانوا يقولوا احنا نعتمد على العقل، بينما العقل لا يكفي بمثل هذه الأمور، لازم نعتمد على وسائل على الأدوات العلمية، على الرصد وعلى غيرها. واضح؟ فالعقل مصباح يضيء، هذا العقل يكون إضاءة كبيرة جدا إذا شفع، يعني أضيف له الوسائل العلمية. أخيرا يمكن أن نستشهد بالبيت المنسوب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول: دواؤك منك ولا تبصر، وداؤك فيك ولا تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان كجرم بلا شك هو صغير، متناهي في الصغر، لا يكاد يكون شيء في هذا الكون، ولكن بما أودعه الله فيه فعلا فيه انطوى العالم الأكبر. لا تعارض بين الدين والعلم أو العلم والدين، وواقعا هذه جيدة أن نشير له، وهي الحقيقة العلمية القطعية لا تتعارض مع ما هو قطعي الدلالة وقطعي الثبوت في الدين، ومعرفة أطوار الخلق لا يتعارض مع فكرة خالق الخلق. يعني إحنا عندما نتحدث عن الإنسان كنطفة ثم علقة ثم مضغة، هل نحن شركنا في الخلق؟ لا، ما شركنا في الخلق، ولكن تعرفنا. والقرآن يقول: ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني تعرفوها، علمتم في الماضي، هذا دلالة عنكم تتعرفوا أكثر. أيضا أكثر من وقف، وهذا ذكرناه لعل ربما أدق ما وصف لبداية الكون وهيئته ونهايته، قول الخالق: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأيضا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. واقعا هذه إشارات، لا نقصد أن هذا هو المعنى الوحيد، لا، وإنما هذه إشارات إلى هذه المعاني. طيب، آخر شيء قبل أن نقف، يعني نتحدث عن هاتين النقطتين، وهي أن الأجرام الفلكية يمكن دراستها بطريقتين، يمكن دراستها بطريقتين. يمكن دراستها بطريقتين الأجرام. الطريقة الأولى، أولاً معرفة الخصائص الحقيقية للأجرام الفلكية والقوى التي تؤثر في حركتها. يعني إحنا لما نجي ندرس الأجرام الفلكية عندنا طريقتين، إن نجينا خصائصها الحقيقية، ما هي هذه الأجرام وما هي القوى التي تؤثر فيها وما شابه، وهذه الطريقة هي الطريقة اللي موجودة في الكتب في العادة، وموجودة في الإنترنت، وموجودة في هذا، يقسموا مثلاً الأجرام إلى كواكب ونجوم وسدم وما شابه. فهذه الطريقة احنا ما بنتوقف كثير عند هذه الطريقة، انما طريقة، طبعا الطريقة الثانية هي اللي بنتوقف عندها، لان هذه الطريقة الثانية هي اللي تعرف الانسان على القبة السماوية وتعرفه اكثر على دراسة حركة الاجرام الفلكية، وهي تسمى الطريقة الظاهرية، وهذه طبعا هي الطريقة القديمة. الطريقة الظاهرية بمعزل عن خصائصها الحقيقية والقوى التي تحركها، وحسب هذه الطريقة يمكن تقسيم الأجرام إلى واحد. طبعاً إحنا بنبدأ بالبطيئة ثم الأسرع. أولاً النجوم، وهذه النجوم ظاهراً بالنسبة لنا تبدو كأنها ما هي ثابتة، ولذلك يلحق بالنجوم المجرات السدم وغيرها، لأن تقريباً بالنسبة لنا تبدو ثابتة. ثم يأتي بعد ذلك الأجرام الأسرع، وهي الكواكب وبعض المذنبات، وهذه يختلف موقعها بالنسبة للنجوم بسبب حركتها حول الشمس وقربها من الأرض. إذا تذكروا الاقتران العظيم، الاقتران بين القمر وبين بين المشتري وبين زحل، اللي حدث في يوم الشتاء، يوم 21 ديسمبر، يعني ذروة الاقتران.
كيف الآن بدأوا يبتعدوا؟ لأن هذول يتحركوا داخل النجوم، الكواكب تتحرك داخل النجوم، ولذلك كانوا يسموها السيارة. الشمس وهذه أسرع من الكواكب، ليش؟ لأن بعض الكواكب يدور زي ما ذكرنا مثلا زحل في 9 سنوات، بينما الشمس في سنة واحدة تكمل دورة في داخل الكرة السماوية وهي أسرع. ثم أخيرا أسرع الأجرام وهو القمر، وهو التابع الوحيد للأرض كما ذكرنا ونتكلم حوله. ملاحظات هامة لدراسة علم الفلك: واحد، أحد العناصر الهامة لدراسة علم الفلك هو التخيل الهندسي، وكلما كان الشخص أقدر على تخيل الأفلاك هندسيا كان أسرع في فهم هذا العلم. هذا الشيء. الشيء الثاني، لا يختلف علماء الفلك في تحديد مواقع الأجرام الفلكية كما يتصور البعض، بل يمكن تحديدها والتنبؤ بالظواهر الفلكية المنتظمة ربما لمئات، خلنا نقول السنوات القادمة، ولكن قد يحصل اختلاف في بعض الظواهر التي تدخل فيها عوامل أخرى غير فلكية مثل رؤية الهلال كما سوف ندرس مستقبلا. مع ظهور الحاسب الآلي حدث تطور كبير في علم الفلك، ولذلك يمكن الاعتماد على الحاسب الآلي في فهم ودراسة علم الفلك مثل ما احنا ان شاء الله بنستخدم بعض البرامج. من الصعب دراسة علم الفلك مجزأ. علم الفلك كأي علم صعب انك تدرسه مجزأ، يعني لابد انك تكون عندك إلمام بالحد الأدنى من المفاهيم الفلكية حتى انت تدرس باقي المواضيع. مثل يعني انا لو جيت في علم الطب اقول انا مثلا ابغى ادرس طب العين بمعزل عن التشريح، بمعزل عن الفسيولوجي، ما ممكن. واضح؟ مثل ما البعض مثلا قال احنا ابغى اتعلم فقط عن الهلال ورؤية الهلال، ما يصير، لازم تتعرف على بعض المبادئ الأساسية في الفلك ثم تنتقل إلى موضوع الهلال. فعلم الفلك صعب دراسته مجزأ. اعتقد هذه نهاية الدرس الأول، وبنتوقف ان شاء الله هنا لمدة 10 دقائق. العشر دقائق هذه نخليها ايضا هي فترة إذا أحد عنده سؤال أو مناقشة، سواء كان سؤال مكتوب، سؤال مكتوب أو شفهي. تفضلوا شباب، وبإمكانكم طبعا تأخذوا لكم فترة، يعني اللي عنده شيء. إحنا في العادة هذه الفترة لما كنا موجودين هنا كنا نجيب شيء يعني المشاركين يعني يأكلوه حاجة يشربوه زين على ما يعني يتبادلوا النقاش أو ما شابه. فشي راجع لكم، تفضل إذا في أي سؤال. تفضل، تفضلوا شباب. أنا بعد تفضلوا إذا في أي سؤال أي استفسار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أنور، سألتك عندي سؤالين. ممكن ما عليك، ممكن تعرف بنفسك. تفضل. تماما، انا علي الجمعة من الاحساء. تفضل. ونعم، اهلا اهلا وسهلا. عندي سؤالان وهم مرتبطين في بعض. السؤال الاول، ما هي ابرز اسباب هجرة البشر الى كوكب المريخ، او ابرز الاسباب؟ هذا السؤال. أبرز. الاول. نعم، تفضل. السؤال الثاني بعد. السؤال الثاني بالنسبة لتهديدات الأجرام السماوية لكوكب الأرض، هل من الممكن مستقبلا دراستها واستقلالها لصالح البشر؟ ممتاز. هذول السؤالين أخي محمد الجمعة، علي الجمعة، علي الجمعة، أخي علي، هذول السؤالين مرتبطين بحركة الكواكب والمجموعة الشمسية، وهذا بندرسه إن شاء الله في اليوم الأخير. ولكن إجابة سريعة على سؤالك، بالنسبة إلى الكوكب المريخ، ليش هو المستهدف الأول؟ لأن بيئته، درجة حرارته، يومه أيضاً، يومه تقريباً هو قريب 24 ساعة، مقارب للكرة الأرضية. واضح؟ يعني السبب الأول هو الأهم، أن درجة حرارته، بالإمكان أن نسوي مستعمرات في المريخ حيث أن نخلي درجة الحرارة فيها مقاربة لدرجة الحرارة اللي يحتاجها الإنسان حتى يعيش. واضح؟ أيضاً يوم مقارب، وأيضاً إمكانية وجود الماء في المريخ، يعتقد أن يوم الأيام كان فيه ماء. واضح؟ وإذا بخير هذا كده متحدث عنه، فهذا بالنسبة إلى المريخ. ما أدري عندك تفضل. ممكن أوضح السؤال أكثر. أنا أعني
أبرز أسباب هجرة البشر. يعني خلينا نقول ما هاجروا البشر ولا واحد راح منهم، كيف هجرة؟ هم ما هاجروا، هم يرغبون بالهجرة. فأنا أبغى أتعرف على أسباب يعني رغبتهم في الهجرة، السبب أبرزها. السبب الأساسي اللي ذكرناه لك، السببين أو الثلاثة الأساسية اللي ذكرناها، إن هو بيئة أقرب إلى الأرض زين، وأن احتمالية وجود الماء. وقلت لك دوران يعني يوم تقريبا نفس يوم الإنسان، يعني الإنسان لو راح يحتاج بينام وبيجلس بعد يبغي إلى يوم مقارب إلى يومنا زين. طبعا هذا لو أخذنا مثلا كوكب الزهرة، كوكب الزهرة حجمه مقارب لحجم الأرض، ولكن إشكاليته نحار ما يمكن العيش فيه. هذا الجزء الأول. خلينا ندخل حق السؤال الثاني. السؤال الثاني، نعم في تهديدات، ولكن هذه التهديدات في العادة يعني الحمد لله في كل نفس لما عليها حافظ، يعني مو بس النفس، الكرة الأرضية في شيء يعني في أمور تحفظها، سواء وجود القمر سواء وجود الغلاف الجوي وما شابه زين. وهذا نتحدث عنه أكثر أيضا في المجموعة، في لما نتكلم عن المجموعة الشمسية، يعني في بعض الكواكب قريبة مثل المشتري سقط عليها مذنب في عام 1994. هذا المذنب لو سقط على الأرض لأزال قارة، وبالتالي يعني الخطر موجود، ولكن هنالك حافظ، هنالك يد تحفظ هذا الإنسان على هذه البسيطة. سؤال آخر شباب. نعم شباب، إذا في سؤال مكتوب أو. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. معك علي الشملاوي. استفساري يعني بالنسبة للحقائق. علي من وين؟ من أم الحمام. حياك، تفضل. حياك ربي. بالنسبة للحقائق اللي طرحتها قبل شوي، وين واحد يقدر يعني يتابعها، يقرأ دراساتها، يقرأ؟ حول أي حقائق مثلا؟ اكتشافات غاليليو، اكتشافات كبلر وهاي كثيرة. هاي أمور موجودة الآن. إذا أنت عندك مثلا لغة إنجليزية تقدر في ويكيبيديا، أو حتى باللغة العربية موجود. وبالمناسبة أنا موجود في المذكرة اللي عندكم في بعض التفاصيل، بس يعني المصادر كثيرة، يعني هذه مصادرها كثيرة جدا. اكتب مثلا غاليليو أو مثلا كوبرنيكوس أو رينيسانس، يعني عصر النهضة، تحصل كثير يعني. أو حتى وفعلا أنا عندي يعني بحث يعني مختصر بسيط يعني عند الموضوع، بس يظل يعني الكلام يكون كشيء مثبت، كلامه هو الكلام الحقيقي والفعلي، فهمت يعني؟ لأن في معذرة، هل مثلا كتب معينة يقدر الواحد مثلا يقراها عشان يعني شوف ما عليه أستاذ، وهذا مرتبط بزي ما ذكرنا بال يعني البنية المنطقية للإنسان. يعني في شيء يسمونه الشهرة العقلائية. الشهرة العقلائية يعني أنت الآن مثلا كتاب الشفاء، كتاب القانون، لمن؟ لابن سينا، الكل يعرفه. طيب هذا الكتاب ما أحد يقدر يدعي غيره، ما أحد يقدر، خلاص اشتهر. ربما ما ورد بالتواتر أن هذا لابن سينا، بس خلاص هذه شهرة عقلائية مقبولة. واضح. نفس الشيء كوبرنيكوس فعلا كتب مقالة، المقالة موجودة. هذه المقالة يعني هو تحدث فيها عن هذا النموذج. نعم قد يكون غيره قبله أشار إلى هذا النموذج، قد يكون هو استقى من هذا اللي قبله، بس هو ما أشار ونسب له هذا الأمر زين. فأيا يكن هو في الأخير له إسهام. نعم يعني ما نقدر ننسف هذا بالأساس أو ننطلق زي ما يقول من منطلق التشكيك، لا. في شيء يسموه شهرة عقلائية زين، فهذه الشهرة العقلائية نسبت إلى هذا الشيء ونسبت إلى هذا الشيء، فإحنا ناخذها يعني منطقيا أن تقبل الشهرة العقلائية. فعلا أنا مو قاعد أشكك، أنا بس يعني يعني بعض الأمور اللي أنت طرحت قبل شوي، اللي مثلا الكون فيه 10 ملايين مجرة أو 10 مليارات. 10 مليارات. جيد. مو 10 مليارات، الكون فيه أكثر من 10,000 مليار مجرة حاليا، يعني
إحصائيا وصلوا لها كيف؟ طبعا سؤالك إيه كان، تقول لي هذه الأرقام كيف وصلوا لها؟ بالضبط. نعم، يعني إحنا الآن مثلا لو سألتك أنت تقدر تقدر مثلا الشعر اللي في راسك ولا ما تقدر تقدره؟ السؤال جواب منطقيا المفروض أن تقدر تقدره واقعا كثير. نعم تقدر تقدر تأخذ لك سنتيمتر وتحسب كم شعرة فيها، أو إذا سنتيمتر كثير تأخذ لك أقل تحسب كم شعرة فيها وتشوف مساحة رأسك كم، ثم تعمم هذه كم في كم سنتيمتر، تضرب كم سنتيمتر في هذا فتقدر تجي. نفس الشيء بالنسبة إلى الكون، الكون أخذوا جزء معين، جزء يعني متناسق، جزء متجانس، اللي نقدر نقول جميع أجزاء الكون متجانس، أن هذا واحد من المبادئ اللي يقوم عليها الكونيات الحديث، أن الكون متجانس. الجزء هذا الجزء نعد الأجرام اللي فيه، المجرات اللي فيه، إذا جينا نعممها على حجم الكون اللي إحنا بحسب النظريات بحسب الحسابات وصلنا لها، فنتوقع العدد واضح. فهي المسألة مسألة إحصائية، والإحصائية تعتبر أمر علمي مو أمر عقلي كما يقال، أمر علمي، يعني أمر علمي يمكن أن يستند له. بالمناسبة إحنا الآن هذا الأمور اللي حولنا، التقنية، الاكتشافات، الإنسان وصل إلى ما وصل إليه مو بالعقل فقط، بالعلم، يعني هذه أمور علمية اللي إحنا نتعامل إياها. على كل حال آمل أن هذا يكون جواب على سؤالك. إذا في سؤال آخر شباب أخير حتى نبدأ نواصل. طيب جيد، هذا ما يمكن أن صاير تحت اللي فوق هنا واضح. طيب ممتاز، خلينا إذا نواصل، خلينا نبدأ نواصل. فالآن ننتقل إلى الدرس الثاني، ننتقل إلى الدرس الثاني وهو منشأ حركة الأجرام. وأنا الآن واقعا خلاص بقى يعني هذا التفصيل والإطناب اللي يعني في العادة أنا في الدرس الأول أتوقف، الآن بعد خلاص بنتحرك الآن في دراستنا العلمية. فمنشأ حركة الأجرام الفلكية وتحديد مواقعها، لو جينا إلى طبعا منشأ حركة الأجرام الفلكية يمكن أن نعزوها إلى سببين. السبب الأول نشوف نسجل، ما زلنا نسجل. منشأ حركة الأجرام الفلكية يمكن أن نعزوها إلى سببين، حركة ظاهرية يعني اللي إحنا نشاهدها يمكن أن نعزوها إلى سببين. السبب الأول هو حركة الأجرام الفلكية تنشأ من حركات الأرض، هذا سبب أول. السبب الثاني هو حركة الجرم الفلكي ذاته. طيب لو جينا إلى حركات الأرض، حركات الأرض أولاً الأرض لها حركات مختلفة، هذه لو أخذنا هذه الأرض، الأرض لها حركات مختلفة. إحنا لدرسنا في المدارس كم حركة للأرض، يلا نسأل كم حركة للأرض درسنا حركتها حول ماذا؟ حول نفسها. ودرسنا حركتها حول الشمس، حركتها حول الشمس. طبعا لو بدأنا بحركتها حول نفسها، حركتها حول محورها، وهذه بالعادة تكون من الغرب إلى الشرق، يعني عكس عقارب الساعة لمن يراقبهم من الشمال، من القطب الشمالي. لو في القطب الشمالي تراقب الأرض تشوفها تتحرك عكس عقارب الساعة. ماذا ينشأ عن هذه الحركة؟ ينشأ عن هذه الحركة شروق الشمس والقمر، ولا شروق الشمس فقط، تناوب الليل والنهار، ولا ينشأ عنها فلكيا شيء آخر أيضا؟ ينشأ عن ذلك شروق جميع الأجرام الفلكية من جهة الشرق وغروبها من جهة الغرب يوميا، مو فقط الشمس والقمر اللي تشرق وتغرب، كل الأجرام لها وقت شروق ولها وقت غروب. طيب كيف تتحرك هذه الأجرام عندما تشرق وتغرب؟ هذا إجابة على سؤالنا اللي سألناه في البداية. تتحرك بشكل موازي إلى فلك يسمى الفلك الاستوائي، والفلك الاستوائي مثل ما بنعرفه الآن هو عبارة عن مسقط لخط الاستواء على الكرة السماوية. يعني الأرض عندما تدور هي محاطة بكرة تسمى الكرة السماوية، مسقط هذا الفلك اللي يكون بمحاذاة خط الاستواء على الكرة السماوية يسموه الفلك الاستوائي. جميع الأجرام تشرق وتغرب
بموازاة هذا الفلك. يعني لو جينا حتى أكثر دقة، شايفين هذه الأرض وهي في وسط الكرة السماوية. إذا دارت الأرض، الكرة السماوية بالنسبة لنا بتبدو كأنما هي تدور، فتدور بموازاة ماذا؟ لو تلاحظ بموازاة هذا الفلك اللي في الوسط، بموازاة فلك الاستواء، موازاة فلك الاستواء. طيب يا أخوان نواصل. فإذا هذه الحركة الأولى. الحركة الثانية طبعا هنا لاحظ معي اللي ينشأ عنها ماذا؟ ينشأ عنها لما نقول بموازاة فلك الاستواء، فلك الاستواء في المناطق اللي في خط الاستواء. لو جينا إلى خط الاستواء، إحنا اللي في خط الاستواء، الأرض إذا دارت بالشكل هذا، فنشاهد الأجرام بالنسبة لنا تشرق من جهة الشرق عموديا وتغرب من جهة الشرق. اللي طالع من ذيك الجهة، شايف اللي طالع من جهة الجنوب الشرقي، فنشاهدها تشرق من جهة الجنوب الشرقي وتضل عموديا إلى أن تغرب في جهة الجنوب الغربي. وهكذا اللي تشرق من جهة الشمال الشرقي بتغرب عموديا من جهة الشمال الغربي. واضح؟ هذول اللي في خط الاستواء، اللي في خط الاستواء يشاهدوا الأجرام تشرق بالشكل هذا عموديا. طيب اللي في القطب، احنا اللي في القطب بنشاهد الأجرام تشرق وتغرب كيف؟ انا اللي في القطب دور الكرة الأرضية، كيف بشوف الأجرام بالنسبة إلي؟ الأجرام بالنسبة إلي تدور بالشكل هذا. ولذلك إذا طلعت الشمس تظل الشمس تدور لين ما تتحرك 6 أشهر وبعدين تغرب 6 أشهر. واضح؟ فاللي في القطب يشاهدوا الأجرام تدور حولهم. إحنا اللي في نصف الكرة الشمالي زي ما قلنا اللي هو في مثل هذا الشكل، شايفين اللي هذا المناطق المدارية. المناطق المدارية الشمس الأجرام تشرق لنا وتميل باتجاه الجنوب. اللي في نصف الكرة الجنوبي الأجرام تميل بالنسبة لهم باتجاه ماذا؟ باتجاه الشمال. باتجاه الشمال. نشوف هذا الأرض يشتغل. على كل حال نواصل. طيب هذا بالنسبة إلى حركة الأرض حول نفسها. الآن تابع حركات الأرض، نأتي إلى الحركة الثانية وهي حركتها حول الشمس. ماذا يترتب عن حركة الشمس، حركة الأرض حول الشمس؟ يمكن لو سألنا السؤال البسيط جميعكم يجاوب اختلاف الفصول الأربعة. هذه الفصول الأربعة مناخية، أو خلنا نقول مرتبطة بزاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض. فعلا الأرض عندما تكون في فصل الشتاء، نفرض أن الشمس هنا، توضح لنا هذا الشيء. لو فرضنا هذه الشمس، طبعا هذه الأرض بس أنا أفرض هذه الشمس وهذه الأرض. الأرض عندما تقابل الشمس بنصف الكرة الجنوبي، تكون عندنا صيف في نصف الكرة الجنوبي وشتاء في نصف الكرة الشمالي. الأرض لما تروح في دي الجهة، طبعا لأن دائما لو تلاحظ محور الأرض اتجاهها ما يتغير، فلما تجي في هذه الجهة اللي بيحدث ماذا؟ اللي بيحدث أن الأرض بتقابل الشمس في نصف الكرة الشمالي، وبالتالي بيختلف ميلان أشعة الشمس سقوطها على الأرض. طيب هذا يؤدي إلى اختلاف الفصول الأربعة، ولكن إحنا في الفلك ما يهمنا فقط الفصول أو الطقس. الطقس بالنسبة لنا شيء ثانوي. الشيء الأساسي اللي بيترتب على هذه الحركة وهي دوران الأرض، خلنا طيب نعتبر هذه الأرض الكبيرة، الشمس الكبيرة، دوران الأرض حول الشمس، يترتب عليه اختلاف ماذا؟ اختلاف المشهد السماوي. يعني إحنا الآن ما نشاهده من النجوم في فصل الشتاء يختلف عما نشاهده من النجوم في فصل الصيف. واضح؟ إذا تذكروا فصل الصيف عندنا مثلث يسمونه مثلث الصيف، بينما الآن في فصل الشتاء عندنا دي المجموعة الجميلة على شكل شخص رامي، يسموها مجموعة الرامي أو الجبار اللي في حزام وما شابه. زين؟ فطبعاً يختلف. لماذا يختلف؟ ببساطة يختلف. لو فرضنا هذه الشمس، نفرض هذه الشمس وهذه الأرض. الأرض عندما تكون في هذه الجهة بالنسبة إلى الشمس، هي لا تشاهد النجوم اللي باتجاه الشمس، إنما تشاهد النجوم اللي في أي اتجاه؟ اللي في اتجاه المقابل للشمس. فهي بتشاهد النجوم اللي في هذه الجهة.
بينما إذا جت في هذا الجهة هي لن تستطيع أن إحنا ما نقدر نشاهد النجوم اللي في الجهة لأن الشمس موجودة نشاهد النجوم اللي في هذه الجهة. وهكذا عندما تكون في الأمام، عندما تكون في الأمام تشاهد النجوم اللي في الأمام، عندما تكون في الخلف تشاهد النجوم اللي في الخلف. فبيختلف المشهد من فصل إلى آخر، بيختلف المشهد من فصل إلى آخر. طيب أيضا اللي بيترتب على هذه الحركة، لاحظ معي لو فرضنا أنا أدور حول، أفرض أنا الأرض وهذه الشمس، أنا لما أدور حول الأرض خلفية الشمس من النجوم بتختلف. كل ما تحركت، عندما تحرك في دي الجهة بيكون خلفية من دي الجهة، عندما تحرك بتميل تتحرك لين، خلفية الشمس من النجوم بتختلف، والسبب هو دوران الأرض حول الشمس. هذه الخلفية بتكمل يعني بتعيد نفسها بعد مرور سنة، بعد مرور سنة خلفية الشمس من النجوم بترد تعيد نفسها. هذه المجموعات النجمية اللي هي تعتبر خلفية الشمس من النجوم، طبعا احنا ما نشاهدها لما تكون الشمس موجودة، إنما نعرف أن الشمس هي في هذه المجموعة. هذه المجموعات النجمية اللي تعتبر خلفية الشمس من النجوم تسمى البروج، وقسمت إلى 12 برج اللي تسمى البروج، اللي تبدأ من برج الحمل وتنتهي ببرج الحوت، وهذه بندرسها في موضوع النجوم بشكل أكثر. فإذا يترتب عليها أن الشمس بتقع، بيكون خلفيتها من النجوم بتختلف في كل فترة زمنية. طبعا 12 برج يعني تقريبا كل برج شهر كامل، بنتكلم عنها بشكل أكثر. أيضا وش يترتب على هذه؟ يترتب على هذا أن الشمس، شايف هذه الحركة الظاهرية، إحنا إذا درنا حول الشمس، إذا الأرض دارت حول الشمس، ظاهرياً تبدو لنا الشمس وكأنما هي تخترق هذه المجموعات النجمية كل سنة. هذا المسار اللي تتحرك فيه الشمس ظاهرياً يسموه فلك ماذا؟ فلك الشمس، أو يسمى فلك الكسوف أو البروج، لأنه هو اللي تقع فيه البروج، الكليبتك أو فلك البروج. طيب هذه طبعاً صورة توضح لنا هذا الشيء، كيف أن الشمس إذا دارت، عندما نكون مثلاً في هذه الفترة، في هذه الفترة في هذا المكان، إذا كنا في هذا المكان الشمس هنا مثلا، هذه الكرة الأرضية، هذه النجوم تشاهد من دي الجهة، من دي الجهة لا تشاهدها، وهكذا في هذه الجهة، وهكذا هنا، وهكذا في هذا المكان. وأعتقد أن المسألة واضحة قد تكون بالنسبة لكم. طيب خلينا نفتح هذا المواصل. تابع حركات الأرض. عندنا حركة ثالثة يمكن هذه مي مألوفة بالنسبة لكم، وهي تسمى حركة الترنح. ماذا يقصد بحركة الترنح؟ لاحظ معي الكرة الأرضية، هذه الكرة الأرضية، الكرة الأرضية هي تدور حول نفسها وتدور حول الأرض، ولكن عندنا حركة ثالثة. لاحظ الأرض أثناء دورانها أيضا تترنح. شايفين الدوامة، هذه الدوامة اللي يربطوها بحبل، هذه اللي لها مسميات كثيرة عند البعض، زين؟ هذه الدوامة هي تدور حول نفسها، وأيضا هي تدور حول محور آخر. الأرض نفس الشيء، هي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وأيضا هي تدور بالشكل، تكمل دورة في حركة ترنح، تكمل دورة كل 25,800 سنة. وبالتالي وش بيترتب على هذه الحركة؟ هذه الحركة تأثيرها طفيف، ولكن على المدى البعيد لا، لها تأثير على المدى البعيد. مثلا احنا نعرف ان الان باتجاه القطب، رأسيا باتجاه القطب، في عندنا نجم يقع على هذا القطب، هذا النجم العرب يسموه الجدي، او احنا نسميها الان النجم ماذا؟ النجم القطبي، اللي من خلاله يتعرف على الشمال. هذا النجم بعد مرور 3,000 سنة 4,000 سنة بسبب ترنح الارض بتميل عن هذا النجم، ما عاد بيكون عندنا نجم قطبي. فإحنا الآن واقعاً في الفترة هذه شبه محظوظين أن عندنا هذا النجم اللي يقع تقريباً على جهة الشمال، اللي من خلاله نتعرف على جهة الشمال ونضبط حتى المناظير بناءً على هذا، زين؟ فبعد 3,000-4,000 سنة هذا بيتحرك القطب، وبالتالي بننحرف نوعاً ما عن هذا النجم. هذا شيء. الشيء الآخر أيضاً بالنسبة للتقويم،
وهذا بندرسه في موضوع التقويم والتوقيت، لأنهم ما كانوا يأخذوا هذه الحركة بعين الاعتبار في البداية، وقعوا في إشكالية أسقطوا فيما بعد تقريبا 10 أيام، مثل ما بندرسه في موضوع التقويم والتوقيت، وهذا فقط مذكركم به من الآن. أيضا عندنا حركة، الأرض عندما تدور حول الشمس وهي تتحرك حول الشمس تقترب قليل وتبتعد، تهتز أثناء حركتها حول الشمس. ما هو السبب في ذلك؟ أحد يقدر يتخيل لنا ما هو السبب؟ ما هو السبب اللي يخلي الأرض وهي تدور حول الأرض وهي تدور حول الشمس تقترب ثم تبتعد، تقترب ثم تبتعد، كانها تهتز في مسارها. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك، أحد جاوب. ما هو السبب؟ حركة صفائح الأرض ممكن. صفائح الأرض يعني كأن الأرض كذا تتحرك فيها حركة، يعني مثلا القمر ممكن، حركة القمر. أحسنت، حركة القمر فعلا كلامك صحيح. القمر عندما يكون باتجاه الشمس اثنينهم يجذبوا الأرض، عندما يكون باتجاه المقابل للشمس يجذب القمر من هناك والشمس من هنا، فتتحرك الأرض في ذيك الجهة. واضح؟ فهي بسبب فعلا جاذبية الأرض والقمر، جاذبية القمر مع الشمس، هذه الحركة. طبعا هذا تأثيرها تأثير طفيف على مواقع الأجرام الفلكية. أيضا عندنا حركة وهي أن المجموعة الشمسية ككل تتحرك تدور حول مركز المجرة، وهذا طبعا تأثيرها بالنسبة لنا تأثير طفيف، لأن هذا الحركة تدور المجموعة الشمسية حول مركز المجرة مرة كل 250 مليون سنة، ولذلك هذا تأثيرها تأثير طفيف. تفضل اسأل. تفضل شباب، أو إذا ما تحتاج المايك ممكن تسده. طيب ننتقل الآن إلى القبة السماوية وتحديدها. تفضل تسأل ولا أنت يمكن ناسي. طيب القبة السماوية وتحديد مواقع الأجرام الفلكية. طيب عندنا القبة السماوية، ماذا نقصد في البداية القبة السماوية؟ القبة السماوية هي الكرة السماوية، أو يسمونها بالإنجليزي سيليسيال سفير. هي عبارة عن الكرة السماوية، هي عبارة عن كرة تخيلية تقع الأرض في مركز هذه الكرة. كرة تخيلية تقع الأرض في مركز هذه الكرة، أو باختصار ساكن هذه الكرة هي تقريبا الكرة السماوية، الأرض في المركز، وهذه الكرة التخيلية التي تحيط بهذه الكرة الأرضية هي عبارة عن الكرة السماوية، هذه هي الكرة السماوية. طيب طبعا هذه تتكون من نقاط وأفلاك، يعني مسارات اصطلاحية، ويمكن تقسيمها إلى نوعين. طبعا احنا نقدر نقسم السماء مثل ما نقسم الأرض، شايفين كيف الأرض تقسمها جغرافيا، أيضا السماء يمكن تقسيمها. وطبعا المسارات أو النقاط هذه الاصطلاحية يمكن تقسيمها إلى نوعين، نفس المسارات أو الخطوط يمكن تقسيمها إلى نوعين. النوع الأول هذا يعتمد على الموقع الجغرافي والوقت للشخص المراقب، يعني أنا الآن في أجزاء من هذه القبة السماوية أو الكرة السماوية تعتمد على موقعي وتعتمد على الوقت مالي. من هذه الأشياء ما هي؟ طبعا النوع الثاني لا يعتمد على الموقع الجغرافي ويمكن اعتباره ثابتة، يعني شايف الكرة السماوية يمكن اعتبارها نقاط ثابتة في الكرة السماوية لا تتغير. مثل ماذا؟ مثل النقاط الجغرافية اللي على الأرض، مثل، وهذه طبعا مثل ماذا؟ مثل النجوم. لو أخذنا النجوم، طبعا خلينا الآن نأتي إلى النوع الأول. النوع الأول، أمثلة النوع الأول، واحد نقطة السام أو غاوب، ما تحتاج غاوب. تفضل. نقطة السم أو الرأس، معذرة معذرة شباب، إذا أحتاج أسوي ميوت أول. طيب إذا حد يبغى شباب المايك بإمكانه شغله. نقطة السم أو الرأس أو الزينة، وهي النقطة التي تقع عموديا على رأس المراقب. أنا المراقب
عموديا على رأسي تقع نقطة تسمى نقطة السمت. ولذلك هذه تختلف، يعني الآن النجم اللي يقع على رأسي في هذا الوقت في هذا الموقع الجغرافي يختلف مثلا عن النجم اللي يقع على رأس مثلا واحد في الأحساء أو في الرياض أو في المدينة أو في أمريكا. أو أنا نقطة النجم اللي يقع على رأسي في هذا الوقت يختلف عن الوقت الآخر. فهذه نقطة السمت تختلف في القبة السماوية باختلاف الموقع وباختلاف الوقت. أيضا من ضمن الأجراء اللي هو النقاط اللي تختلف باختلاف الموقع هي دائرة الزوال. وماذا نقصد بدائرة الزوال؟ دائرة الزوال هو الخط، هي عبارة عن الخط الواصل من جهة من الشمال إلى الجنوب. شفت الخط اللي يمر في نقطة السمت اللي فوق الرأس، من الشمال إلى الجنوب يمر في نقطة السمت ويتجه إلى الجنوب. هذا يسموه دائرة الزوال، اللي إذا مرت فيها الشمس تعتبر دخلت في وقت الزوال. هذا الخط يمر في نجوم بالنسبة إلي بتختلف باختلاف الوقت وباختلاف الموقع، يعني بعد فترة تشوف نجوم أخرى تمر فيه. واضح. أيضا لو رحت إلى منطقة جغرافية أخرى تشوف هذا الخط يمر في نجوم غير النجوم اللي تمر فيها في منطقتي. ولذلك دائرة الزوال بتختلف النجوم اللي تمر فيها باختلاف الموقع وباختلاف الوقت. أيضا عندي دائرة الأفق. الأفق مالي أنا قد يكون عندي نجم يشرق بالنسبة لي، توه الآن يشرق، أو الشمس توه تشرق بالنسبة لي، أو القمر توه يشرق. هذا القمر اللي توه يشرق بالنسبة لي في منطقتي هذا في الوقت هذا بيكون بالنسبة لشخص آخر في منطقة أخرى أو في وقت آخر بالنسبة لي ما بيكون نفسه هو هذا الجرم اللي يشرق. واضح. فهذه كلها أمثلة على نقاط في هذه الكرة، هذه تعتبر متغيرة بتغير الموقع وبتغير الوقت. الآن أنتقل إلى طبعا هذه الشكل اللي يوضح لنا النقطة اللي فوق الرأس تمام تسمى السمت، اللي من جهة الشمال إلى جهة الجنوب يسمى خط الزوال. ودائرة الأفق هو المدى الأفقي اللي أنا أشوفه، يعني لو امتديت تقريبا في الجهات الأفق، يعني بحيث أن هذا الأفق لو أشرق جرم من خلال أقدر أقول أشرق بالنسبة لي. طيب أمثلة النوع الثاني، والنوع الثاني واقعا بالنسبة للفلكيين هو يعتبر الأهم. ليش؟ لأنه هو لغة التواصل بين الفلكيين. يعني أنا مثلا لو اكتشفت أنا جرم، أنا كيف أحدد موقعه؟ أحدد موقعه بالطريقة دي كده، بالطريقة دي تتغير، لازم أحدده بالطريقة. فأنا أهم هذه النقاط في الكرة السماوية، طبعاً هذه النقاط بحسب هذه الطريقة لا تتغير، يعني يمكن اعتبارها ثابتة ملتصقة في الكرة السماوية. فأول شيء، أول مثال هو القطب الشمالي الفلكي للقبة. لاحظ، شايفين الكرة الأرضية اللي في الوسط اللي مقابل للقطب الشمالي للكرة الأرضية، هذه نقطة تسمى الفلك الشمالي، القطب الشمالي الفلكي. القطب الشمالي الفلكي اللي يقع فيها الآن ماذا؟ أي نجم؟ يقع فيه النجم القطبي. هذه نقطة ثابتة ما تتغير. وعندنا مقابل لها القطب الجنوبي. طيب الخط الواصل بينهم هو كأنما الخط اللي يمر في الأرض، اللي هو مثل محور الأرض. شايفين محور الأرض اللي بدور حوله؟ هذا الخط اللي واصل بينهم. طيب الآن لو قسمنا هذه الكرة اللي بدأناها من هذا، لو أخذنا 90 درجة، 90 درجة من القطب الشمالي، هذا بيشكل لي خط سميناه احنا من شوي ذكرناه الخط ماذا؟ خط الاستواء الفلكي، يسموه فلك الاستواء، اللي يكون بمحاذاة خط الاستواء الأرضي، هذا يسموه فلك الاستواء. ولذلك نقدر نقسم السماء، القبة السماوية، مثل ما قسمنا الكرة الأرضية، مثل ما قسمنا الكرة الأرضية إلى جزء شمالي وجزء جنوبي، نفس الشيء الكرة الشمالية، الكرة الفلكية نقدر نقسمها إلى جزء شمالي يسموه جزء الفلك الشمالي أو النصف الشمالي للقبة السماوية والنصف الجنوبي، اللي يفصل بينهم هو خط الاستواء، خط الاستواء الفلكي. طيب ايضا نواصل، عندنا فلك الاستواء وهذا عرفناه، عندنا فلك البروج. ماذا نقصد بفلك البروج اللي من شوي عرفناه؟ قلنا الشمس اذا دارت حول الارض، اذا دارت حول الشمس
بتبدو لنا كأن الشمس تخترق فلك. هذا الفلك يسمى فلك البرود. ما ادري اذا كنتوا تشاهدوا في عندنا في الوسط هذه نقدر نعتبرها مثل ماذا اللي في الوسط هذه شايفين الكرة اللي في الوسط تتحرك في الوسط تمام بعض تكون واضحه بالنسبه لكم. هذه الشمس شايفين الشمس تتحرك في الوسط. شايفين هذه الكرة اللي تتحرك في الوسط طبعا حركتها بالنسبه الى الفلك الاستوائي لاحظ معي بالنسبه للفلك الاستوائي تكون تدور بزاويه تنحرف عن فلك الاستواء. لماذا؟ لان الارض اصلا تميل بزاويه 23 درجه ونص. محور دوران الارض حول نفسها يميل عن مستوى دوران الارض حول الشمس بزاويه تقريبا 23 درجه ونص. ولذلك فلك الاستواء بيميل عن فلك البروج بيميل عن فلك الاستواء بزاويه مقدارها 23 درجه ونص. نقطة الاعتدال، ماذا نقصد بنقطة الاعتدال؟ نقطة الاعتدال هي نقطة التقاء فلك البروج بفلك الاستواء، فلك البروج بفلك الاستواء، يعني عندما تقع الشمس في خط الاستواء هنا يصير عندي اعتدال، هذه شايفين النقطة هذه الكرة زين، عندما تقع في فلك الاستواء هنا يصير عندي نقطة اعتدال، بالتالي عندي اعتدال في الجهة، وإذا تحركت الشمس بتكون عندي نقطة اعتدال في الجهة الأخرى أيضا، نقطة اعتدال في الجهة الأخرى. لذلك فلك الاستواء يتقاطع مع فلك البروج في نقطتي الاعتدال. طيب لذلك باختصار شباب، طبعا هذه النقاط احنا ليش نشرحها؟ لأن هذه النقاط تبنى عليها دراسة الفلك فيما بعد لما نتكلم عن القمر، نتكلم عن النجوم، نتكلم عن مرتبط بهذه الفكرة اللي الآن شرحنا. لاحظ معي لو جيت انا اختصر الان النوعين، لاحظ عندي هذا شخص واقف على الكره الارضيه، هذا الشخص عندي النقطه اللي تقع فوق راسه تماما هذه السمت، وقلنا هذه تختلف باختلاف الموقع والزمان، عندي ايضا الخط الواصل من جهه الشمال الى جهه الجنوب بالنسبه له، والنجوم اللي تقع فيها هذه تختلف باختلاف الموقع وباختلاف الزمان، ايضا عندي الافق ماله وما يخرج فيه من النجوم، هذه أيضا يختلف باختلاف الوقت وباختلاف الموقع. بينما لو جينا الآن إلى القطب الشمالي، القطب الشمالي الفلكي هو اللي يكون بموازاة، شايف بموازاة، لو كان عندي النجم القطبي هو نفسه اللي يمر هنا، لأن الآن أنا لو كان طبعا لأن النجم القطبي بعيد، وإذا النجم القطبي بعيد فأنا لما أشير بهذا الاتجاه أو شخص بعيد عني في هالنقطة يشير بهذا الاتجاه اثنين نشير تقريبا إلى جهة واحدة. شايفين لو كان عندي الآن احنا المسافة بيننا هذه خلينا نقول 2000 كيلومتر، المسافة بين يدي يعني بين هذه اليد وبين هذه اليد مسافة مثلا 2000 كيلومتر 3000 كيلومتر، ولكن زين نشير تقريبا إلى نفس الجهة، فبالتالي هذه النقطة وهذه النقطة بتشير إلى ماذا؟ إلى نقطة واحدة. ولهذا احنا لما نشير الآن إلى القطب الشمالي إلى النجم القطبي احنا نشير إلى القطب الفلكي، إلى هذا القطب، إلى القطب الفلكي السماوي. طيب فهذا عبارة عن القطب الفلكي السماوي. لما ناخذ شباب لما ناخذ 90 درجة مع هذا القطب بيكون عندي فلك الاستواء، 90 درجة مع هذا القطب بيكون عندي فلك الاستواء، فأنا أقدر أرسم فلك الاستواء. أيضا فلك الشمس، شايفين هذا فلك الشمس يمين عن فلك الاستواء بزاوية تقريبا 23 درجة ونص. نقطة التقاء هذا الفلك، فلك الشمس أو فلك البروج بفلك الاستواء هما نقطتي الاعتدال اللي تقع فيهم الشمس في الاعتدالين الربيعي والخريفي. واضح يا إخوان؟ هذا باختصار. طيب تحديد مواقع الأجرام الفلكية، أي جرم فلكي على سطح الكرة السماوية أقدر، بما أن على سطح إذا جرم على سطح أقدر أحدد موقعه بقيمتين دائماً بالإحداثيين، هاتين القيمتين أقدر أحددهم بطريقتين تختلفان بحسب الطريقتين اللي حددنا بهم مواقع الأجرام. لاحظ معي خليني أشوف، واضح جيد. طيب الطريقتان هما اولا طريقه الارتفاع الافقي، طبعا هذه الطريقه اللي احدد بمواقع الاجرام الفلكيه هذه تعتمد على النقاط التي تتغير مثل ما شرحناها. كيف؟
هذه تسمى طريقة الارتفاع الأفقي أو الألتي أزموث. كيف تحدد أي نقطة على الكرة السماوية؟ افرض أنا الآن جيت ورصدت جرم، افرض أنا رصدت جرم في جهة الشرق على ارتفاع 60 درجة، هذا كيف أحدد موقعه بناء على هذه الطريقة؟ أحدد موقعه بناء على هذه الطريقة بقيمتين. القيمة الأولى هي ارتفاع عن الأفق، ارتفاع عن الأفق يعني 60 درجة، فأقول هذا مرتفع عن الأفق ب 60 درجة، هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية ما هي؟ القيمة الثانية تسمى زاوية السمت. وزاوية السمت من أين نحسبها؟ نحسبها من جهة الشمال، نتحرك باتجاه الشرق. فباتجاه الشرق إذا وصلنا إلى جهة الشرق بنكون قطعنا زاوية 90 درجة. فإذا نقول هذا الجرم يقع على ارتفاع 60 درجة وعلى زاوية سمت تساوي كم؟ 90 درجة، وبالتالي نكون حددنا موقع. طيب هذه الطريقة ما هي ميزتها؟ ميزتها أنها سهلة، الآن شرحتها لكم، أتوقع كلكم فهمتوها. يعني لو أخذت مثال آخر، مثلا جرم في جهة الجنوب على ارتفاع 40 درجة، كيف أحدد بهذه الطريقة؟ أقول ارتفاع 40 درجة وزاوية سمت كم؟ 180 درجة. واضح جيد؟ وهكذا لو كان عندي أي جرم آخر في أي جهة من الجهات. فهذه طريقة بسيطة تحديدها، ولكن هذه الطريقة ليست عملية. لماذا؟ لأن الجرم هل يبقى مكانه واللي يتحرك يرتفع؟ إذا دارت الأرض حول نفسها الأجرام ترتفع، فإذا ارتفعت بتتغير ارتفاعه وبيتغير أيضا زاوية السمت ماله، وبالتالي هذه القيم بنشوفها تتغير مع الوقت. واضح؟ طيب إذا هل هنالك طريقة نقدر نعتبر الجرم ثابت على الكرة السماوية وبالتالي إذا دارت الكرة يدور معها؟ نعم، هنالك طريقة، وهي طريقة أكثر عملية من الطريقة الأولى، وهذه الطريقة تسمى الطريقة الاستوائية أو الرايت أسنشال والديكلينيشن. وفي هذه الطريقة، هذه الطريقة أيضا فهمها واضح، في هذه الطريقة يتم تقسيم الكرة السماوية كما تقسم الكرة الأرضية. مثل ما عندنا في الكرة الأرضية خطوط طول ودوائر عرض، كذلك عندنا في الكرة السماوية خطوط طول ودوائر عرض. طيب دائرة العرض الأساسية في الكرة الأرضية ما هي؟ دائرة العرض الأساسية كلنا نعرف أنها خط ماذا؟ خط الاستواء. دائرة العرض الأساسية في الكرة الأرضية هي خط الاستواء. فإذا نفس الشيء، دائرة العرض الأساسية في الكرة السماوية هي خط الاستواء السماوي، واللي من خلالها نقسم الأجرام إلى أجرام شمالية تكون زاويتها بالموجب، وأجرام جنوبية تكون زاويتها بالسالب. طبعاً في الكرة الأرضية عندنا نورث وساوث، لا إحنا ما عندنا، عندنا موجب وعندنا سالب. طيب الآن نأتي إلى الكرة الأرضية. خط الطول الأساسي اللي من خلاله نحسب موقع الجرم بخط الطول ودائرة العرض، خط الطول الأساسي اللي نقيس من خلاله هو أي خط؟ أي خط؟ هو خط اللي يمر في غرينتش، في منطقة غرينتش يسموه خط غرينتش، اللي من خلاله يحسب شرقه ويحسب غربه. طيب ما هو خط الطول السماوي الأساسي اللي من خلاله يحسب، نقول هذا النجم شرق؟ طبعا احنا ما عندنا شرق، احنا عندنا نجوم تكون بالساعات، طبعا نقسم الخطوط هذه بالساعات. زين، المهم خط الطول الأساسي هو خط الطول الذي يمر في نقطة الاعتدال الربيعي. نقطة الاعتدال الربيعي يمر فيها خط طول، هذا خط الطول، هو خط الطول الأساسي إلا من خلاله يتم تقسيم الكرة السماوية. إذا كان طبعاً نقدر نقسم الكرة السماوية إلى 24 ساعة، وبالتالي نبدأ من خط الطول ونتحرك عكس عقارب الساعة، بيكون عندي لو فرضنا خط الطول دائرة، مثلاً لو فرضنا خط الطول الذي يمر في نقطة الاعتدال هو اللي يكون بمحاذاة فلك، بمحاذاة خط الزوال معنا. وبالتالي من عند الساعة الأولى هنا نتحرك 15 درجة، طبعاً الساعة الأولى 30 درجة، الساعة الثانية وهكذا. ليش 15 درجة؟ لأن إذا قسمنا 360 درجة على 24 بيعطيني ماذا؟ بيعطيني 15 درجة.
درجة. فبالتالي أي جرم، أنا لو أخذت أي جرم، أفرض هذا الجرم، هذا الجرم أقول أن دائرة العرض ماله مثلاً 30 شمالاً، وخط الطول ماله مثلاً إذا جيت أحسب من خط الطول الذي يمر في نقطة الاعتدال مثلاً ساعتين، ثلاث ساعات، وأقول هذا الجرم يقع على 30 موجب وعلى ثلاث ساعات. بهذا التحديد الفلكيون كلهم يقدروا يعرفوا هذا الموقع، واضح؟ فبالتالي أنا لو شفت جرم وقلت هذا موقع في هالنقطة هذه، كل فلكي يقدر يحدد موقعه بناء على هذه النقاط، واضح؟ فهذه النقاط أو هذه الطريقة مشابهة لطريقة تحديد الأجرام الفلكية على سطح الأرض بدائرة العرض السماوية وخط الطول السماوي. طبعاً هذه الطريقة الأولى وهذه الطريقة الثانية كما أشرنا لها. طبعاً الطريقة الثانية زي ما قلنا عندنا دائرة الاعتدال السماوي أو دائرة الاعتدال، نعم، أو دائرة خط الطول، خط الاستواء، فلك الاستواء، فلك الاستوائي. هذا الفلك الاستوائي لو فرضنا عندي هذا الجرم، هذا النجم، هذا النجم أحدد موقعه بالطريقة الثانية بزاوية مثلاً ارتفاعه عن خط الاستواء فتكون موجبة، ثم بخط الطول الذي يمر فيه بالنسبة إلى خط الطول من نقطة الاعتدال بالساعات، فإذا بيكون عندي هذه قيمة وهذه قيمة أخرى. هذه شباب نتعرف عليها أكثر إن شاء الله. هذه نهاية الدرس الثاني، وأريد أن أبدأ الدرس الثالث أيضا حتى يكون عندنا مجال. الدرس الثالث هو القمر شباب. القمر لماذا بدأنا بالقمر؟ لأن القمر هو أسرع الأجرام، فإحنا بنبدأ ب الأجرام الأسرع والأبطأ، يعني بنبدأ بالقمر ثم بعد القمر بننتقل إلى طبعاً وما يرتبط بالقمر، سواء كان حركته، سواء كان رؤيته ومعايير الرؤية ورؤية الهلال، ثم إلى الظواهر المرتبطة بظاهرة الخسوف والكسوف وظاهرة المد والجزر، ثم بعد ذلك بننتقل إلى الكواكب. خلينا الآن نبدأ موضوع القمر. القمر، طبيعة القمر، ما هو القمر؟ تفضل كأنه تفضل يا عبد المجيد، كأنك كتبت أو هذا عندك سؤال. القمر، القمر هو التابع الوحيد للأرض، والأرض هي الكوكب الأول ذو التابع. طبعاً واضح أن الكلام هذا المقصود به. توجد عدة نظريات حول نشأة القمر، ونظريات كثيرة واقعاً، يعني يمكن أهمها نظريتان. النظرية الأولى هي أن القمر والأرض نشأوا من نفس السحابة الغبارية اللي نشأ من بعض، ثم انفصل القمر عن الأرض فصار يدور حول الأرض. النظرية الثانية، ويمكن هذه النظرية طبعاً سابقة، النظرية الأولى هي اللي كان يميل لها الفلكيون، الآن أصبحوا يميلون إلى النظرية الثانية، وهي أن الأرض، القمر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جرم آخر جاء واصطدم بالأرض وقرش، يعني أخذ جزء من أجزاء الأرض معه فدارت حوله وتكونت معه فصار يدور حول الأرض، واضح؟ يعني جرم اصطدم بالأرض فأزال جزء من الأرض، وهذا الجزء تراكم على القمر فصار القمر يدور حول الأرض. هذه أهم النظريات، وإلا في غيرها. طيب، سحابة الغاز والاصطدام جرم بالآخر، طبعا يؤيد النظريتين ثنتينهم، يؤيدهم ماذا؟ إن مكونات القمر هي مكونات الأرض، وأيضاً يستفاد من مكونات القمر إن تحديد أعمارهما بشكل دقيق. ليش؟ لأن الصخور اللي على القمر صخور ما تعرضت إلى العوامل البيئية اللي تعرض لها الأرض. الأرض تعرضت لعوامل بسبب الغلاف الجوي، وبالتالي ما يمكن اعتماد على صخور الأرض لمعرفة عمر الأرض، بينما القمر صخوره كما يقال بكر ما تغيرت، وبالتالي يمكن معرفة من خلالها، من خلال الإشعاع، طريقة الإشعاع لمعرفة النظير وعمر النظير، من خلالها يمكن معرفة عمر القمر وبالتالي عمر الأرض. طبعا السؤال الذي يطرح أيضا وهو مرتبط بالطريقة العقلائية كما يقال، هي أن كيف عرفوا أن مكونات القمر هي تقريبا مكونات الأرض؟ الإنسان صعد إلى القمر، إنسان صعد إلى القمر 6 مرات مو مرة واحدة، وكان على الهواء مباشرة يطلع.
فما ما منطقي وما مألوف وما عقلائي إن أمر مشهور بالحجم هذا بعد 40 سنة بعد 30 سنة نجي نشكك، ما عقلائي واقعا زين، وخصوصا إن المنطق عقلا ما مستبعد وبحسب الإمكانيات ما مستبعد زين. والإنسان الآن يتحدث عن الذهاب إلى المريخ مو إلى الذهاب إلى القمر زين، فيعني ما مستبعد أن الإنسان صعد، والأمور كلها تشير إلى أن الإنسان صعد. يعني كان سباق محموم للصعود إلى القمر، لو كان القمر الصعود إلى القمر تمثيلية كما يقال ما كان يسووها على الهواء وصير عدة مرات، ولا كان المنافس يستطيع أن يدحض هذه الأمور كلها في وقتها مو بعد 30-40 سنة. على كل حال إحنا لا صير عندنا مثل ما يقال كأنما يعني من الشعور بالنقص أن إحنا نجي يعني نهون أو نقلل من هذا الشيء، لا ما إحنا بحاجة إلى هذا الشيء، بالعكس إحنا يعني ممكن أن ننتقد هذا بشكل منطقي، ممكن أن نقيمه بشكل منطقي، وبالتالي هذا إنجاز إنساني، هذا إنجاز إنساني أن الإنسان صعد إلى القمر، وإمكانية الصعود إلى القمر مو شيء يعني بعيد عن الأمور المتوفرة حتى في عام في نهاية الستينات الميلادية. على كل حال شباب، فالإنسان صعد إلى القمر عدة مرات وجاب أحجار، وبعض الأحجار حتى موجودة عندنا هنا في الظهران، ولما حللت هذه الأحجار وجدوا أنها أهم مكونات القمر هي أهم مكونات الأرض. طيب السنة الشمسية والسنة القمرية، السنة الشمسية والسنة القمرية ماذا نقصد بالسنة الشمسية؟ أعتقد الآن صار واضح بالنسبة لنا، السنة الشمسية هي السنة التي تستغرقها الأرض حتى تدور حول الشمس، وهذه تقريبا تحتاج فيها إلى 365 يوم وربع تقريبا، وهذه تحتوي على 12 شهر اصطلاحي وليس شهر حقيقي. يعني هذه الشهور التقسيمات الميلادية أو الشمسية هي شهور اصطلاحية. طيب بينما السنة القمرية هي يعني السنة الشمسية هي سنة حقيقية والشهور الشمسية هي شهور اصطلاحية، بينما السنة القمرية نقدر نعتبرها نوعا ما اصطلاحية. ليش؟ لأن اعتبرناها هي السنة اللي يكمن فيها القمر 12 مرة حول الأرض، يعني هي حقيقية بلا شك ولكنها أقل يعني من كونها مثل يعني مرتبطة، هي مرتبطة بشيء احنا اصطلحنا عليه ان القمر اذا دار 12 مرة هذه نعتبرها سنة قمرية. طبعا هذه يكملها القمر في تقريبا او يعني تعتبر السنه الفتره اللي استغرق فيها القمر 12 مره حتى يدور حول الارض هي سنه قمريه وتساوي تقريبا 354 يوم وثلث. يعني في فرق بين السنه الشمسيه والسنه القمريه تقريبا 11 يوم. يعني القمر يدور حول الشمس 12 مره قبل ما تدور الارض حول القمر يدور حول الأرض 12 مرة قبل أن تتم الأرض دورة كاملة حول الشمس، واضح؟ وبالتالي إحنا اختيارنا ل 12 مرة هذه نقدر نعتبره اختيار اصطلاح. طبعاً ليش؟ لأن هذا واقعاً هو الأقرب، هذا 12 مرة هو الأقرب لدوران الأرض حول الشمس مرة واحدة، يعني هو الأقرب للسنة الشمسية. طيب القمر أسرع الأجرام الفلكية وهذا تحدثنا عنه. الشهر القمري، الآن نأتي إلى الشهر القمري. الشهر القمري له أنواع وليس نوع واحد. الشهر القمري له أنواع، أولها الشهر القمري النجمي، والشهر القمري النجمي هو الفترة التي يدور فيها القمر حول الأرض 360 درجة أو حتى يعود إلى نفس الموقع النجمي ويساوي 27 يوم وثلث، طبعا حتى يكمل 360 درجة. لو كان عندي هذه الأرض هذه حتى يدور القمر ويكمل 360 درجة كما لو كانت الأرض ثابتة، هنا يحتاج إلى شهر فترة يسمى الشهر النجمي. عندنا النوع الثاني يسمى الشهر الاقتراني، وهذه هي الفترة التي يستغرقها القمر ليعيد أطواره من اقتران إلى اقتران، ويساوي 29 يوم ونصف تقريبا، ويبدأ في أي وقت من اليوم.
وعندنا الشهر القمري الهلالي، وهو الشهر هذا اللي احنا في العادة نعتمد عليه أكثر، هي الفترة اللي تفصل بين رؤية الهلال مرتين متتاليتين، ولأن الهلال لا يشاهد في العادة إلا بعد غروب الشمس، لذلك فطول الشهر الهلالي ما نقدر نقوله يوم ونص أو كذا، لا لازم يكون أعداد صحيحة، لأن احنا ما نشاهد الهلال إلا بعد الغروب، لذلك الشهر الهلالي إما 29 يوم أو 30 يوم، وهو يبدأ بعد يوم أو نحوه من بداية الاقتران. يعني أنا أوضحها في هذا الرسم، لاحظ معي هذا الرسم، لاحظوا معي هذا الرسم، لأن يوضح الأشهر الثلاثة مع بعض. نقطة الاقتران، ما هي نقطة الاقتران؟ نقطة الاقتران هي النقطة التي تكون فيها الشمس والقمر والأرض على خط واحد لمن يراقبهم تقريبا من الأعلى. أنا الآن لو أراقب من الأعلى أو من القطب الشمالي، خارج أنا خارج الشمس والقمر، أنا راقب، شايف كأن أنا أنظر الآن إلى هذه الرسمة، فأنا أشوف الشمس والقمر والأرض بالنسبة لي تقريبا على خط واحد، فهذه تسمى نقطة الاقتران. هذه نقدر نعتبرها بداية الشهر الاقتراني وبداية الشهر النجمي أيضا. طيب الشهر الهلالي هل يبدأ من هذه؟ لا، الشهر الهلالي ما نقدر نعتبره يبدأ من هذه. لماذا؟ لأن الهلال القمر لازم يبتعد عن الشمس ويصنع زاوية مع الشمس تكفي لرؤيته، ففي هالحالة هذه نقدر نقول لما يشاهد الهلال بعد غروب الشمس نقول بدأ الشهر الهلالي. طيب نفرض أن القمر واصل تحرك، تحرك إلى أن يرجع إلى نفس النقطة هذه، يعني بيرجع يكون أكمل 360 درجة إذا رجع لنفس النقطة هذه، ولكن في الوقت اللي يدور فيه القمر حول الأرض، الأرض ليست ثابتة، الأرض تدور حول ماذا؟ حول الشمس، وبالتالي إذا رجع إلى هذه النقطة، نفرض أنه بدأ من هذا النجم، حتى يرجع إلى هذا النجم، إلى النقطة هذه بيكون نفس النجم، لأن النجم زي ما ذكرنا بعيد جداً، وبالتالي بيكون هذا النجم هو نفسه في هالمكان هنا، فأنا في هالحالة حتى يرجع إلى نفس النجم بيكون أكمل 360 درجة. هل بيكون القمر رجع إلى نقطة الاقتران اللي يكون فيها الشمس والقمر والأرض على خط واحد؟ لا، ما رجع إلى نقطة الاقتران، كن قبل الاقتران تقريبا بيومين واثنين بالعشرة، وهذا هو منشأ الفرق بين الشهر النجمي وبين الشهر الاقتراني. الشهر النجمي 27 يوم وثلث، بينما الشهر الاقتراني 29 يوم ونص. واضح؟ فهنا القمر يكمل 360 درجة كل شهر نجمي، بينما عفوا يرجع إلى نقطة الاقتران كل شهر اقتراني. طيب إذا رجع إلى نقطة الاقتران هل انتهى الشهر الهلالي؟ لا، الشهر الهلالي ما انتهى، يحتاج القمر يتجاوز نقطة الاقتران بزاوية تكفي لرؤية الهلال بعد غروب الشمس، فإذا شهد الهلال بعد غروب الشمس هنا يقال انتهى الشهر الهلالي. واضح الفكرة؟ فعندنا شهر اقتراني، عندنا شهر نجمي، وعندنا شهر اقتراني، اثنينهم هذول يحدثوا في أي وقت من أوقات اليوم، ولكن الشهر الهلالي لا يحدث إلا بعد الغروب، ولذلك الشهر الهلالي أيامه أيام صحيحة، إما 29 يوم أو 30 يوم. خلينا أتحدث عن هذه الحركة بشكل سريع وبتوقف بعدها. فعندنا حركة القمر، عندنا حركة يومية بسبب دوران الأرض حول نفسها، وهذه ينتج عنها شروق القمر وغروبه بموازات الفلك الاستوائي كل يوم كبقية الأجرام الفلكية الأخرى. يعني هناك كبقية الأجرام الفلكية الأخرى، الشمس القمر يشرق من جهة الشرق ويغرب من جهة الغرب، ولذلك أنت يومية تشوف القمر له وقت شروق وله وقت غروب. طيب هذه الحركة الأولى. الحركة الثانية تغيير مكانه من يوم لآخر، لأن القمر إحنا نظرنا إلى القمر، القمر الآن في هذه الجهة في اليوم هذا، اليوم اللي بعدها هل بيكون في هذه الجهة في هذا الوقت؟ شوف تحرك بسبب ماذا؟ بسبب دوران القمر نفسه حول الأرض، وهذه ينشأ عنها ماذا؟ ينشأ عنها واحد أن يبدو القمر هلالا، يبدو القمر هلالا عند غروب الشمس في أي جهة؟ يبدو القمر هلالا عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس من جهة الغرب. هلال أول الشهر يبدو من جهة الغرب بعد غروب الشمس، هذا يسمى هلال بداية الشهر. طيب الليلة اللي بعدها، الليلة اللي بعدها يرتفع، يرتفع القمر شرقا كل ليلة، فيزداد حجم الجزء المضاء لأنه يبتعد عن الشمس، فيزداد حجم الجزء المضاء حتى يشمل كامل القرص، ف
فيشرق من جهة الشرق مع الغروب، يعني تشوف الشمس تغرب من جهة الغرب وهو يقابلها من جهة الشرق يشرق. طبعا كل ما ابتعد عن الأرض من الشمس كل ما زاد حجم الجزء المضاء إلى أن يشمل كامل القرص. يشمل كامل القرص إذا كان شنو؟ الشمس تغرب من جهة الغرب وهو من جهة الشرق يشرق. واضح تقريبا لو تلاحظ في منتصف الشهر، في منتصف الشهر الشمس تغرب والقمر يشرق في نفس الوقت تقريبا، تقريبا أقول. طيب يبدأ حجم الجزء المضاء بعد مرحلة البدر، يبدأ حجم الجزء المضاء من القمر بالنقصان بعد مرحلة البدر، وكلما نقص أكثر تأخر وقت شروقه أكثر عن وقت غروب الشمس. يعود القمر هلالا كالعرجون القديم، يشرق قبل شروق الشمس من جهة الشرق مو من جهة الغرب. شايف قبل ما يشرق الشمس تشوف هلال آخر الشهر يطلع من جهة الشرق، زين، فيسمى هلال نهاية الشهر. طبعا لو جينا إلى هذه المراحل فقط بشكل تقريبي، هذه الاقتران، هلال بداية الشهر لما يجي أشعة الشمس من هذه الجهة، يعني الشمس من هذه الجهة وهذه الأرض، هذه هلال بداية الشهر. هذه المرحلة تسمى مرحلة التربيع الأول، ثم أحدب قبل مرحلة البدر، ثم بدر، ثم أحدب متناقص، ثم التربيع الثاني، ثم هلال نهاية الشهر قبل الشروق. لاحظ معي هذه الرسمة توضح لنا هذا الشيء بشكل مفصل. عندنا هذه نقطة الاقتران اللي يكون فيها الشمس والقمر والأرض، الشمس والقمر والأرض على خط واحد، هذه بداية الشهر الاقتراني وبداية الشهر النجمي. ثم يبدأ الشهر الهلالي إذا ابتعد في الليلة الأولى، إذا ابتعد القمر عن الشمس، بحيث أنه لاحظ، شوف لاحظ وقت الغروب، لأن الأرض تدور في هذه الجهة، هذا وقت الغروب اللي تدخل فيه الأرض من النهار إلى الليل. وقت الغروب شوف أنت الشمس تغرب ثم يبقى هلال بداية الشهر بعد الغروب. الليلة الثانية يرتفع أكثر. في التربيع الأول وقت الغروب تشوف القمر فوق رأسك، التربيع الأول. في البدر أو في منتصف الشهر تشوف الشمس تغرب من دي الجهة ويشرق البدر من الجهة الشرق. في التربيع الثالث تشوف متى يشرق التربيع الثالث، إذا وصلت إلى منتصف الليل تشوف التربيع الثالث أو التربيع الثاني. طيب هلال آخر الشهر متى يشرق؟ شوف قبل ما تشرق الشمس، شايف الأرض تدور بالشكل هذا، قبل شروق الشمس نشوف هلال نهاية الشهر قبل ما نشوف الشمس، يعني يشرق قبل شروق الشمس. طبعا ملاحظات هذه كلها ذكرناها الآن تقريبا، فقط الملاحظة الأخيرة هي منتصف الشهر الاقتراني يختلف عن منتصف الشهر الهلالي بيوم أو نحوه. شايف إحنا هنا هذا منتصف الشهر الاقتراني هو هذا، وهو مرحلة البدر بالضبط، يعني البدر بالضبط أو الخسوف يصير في منتصف الشهر الاقتراني وليس في منتصف الشهر الهلالي، بينما منتصف الشهر الهلالي يكون مثلا في هذه النقطة. ولذلك أنت تشوف الخسوف أو البدر يحدث في الليالي البيض من الشهر الهلالي، يعني إما ليلة 13 ليلة 14 ليلة 15، بينما في الشهر الاقتراني يحدث في منتصفه بالضبط. هذه الملاحظة جيد أن نذكرها. والقمر يدور حول نفسه بنفس اتجاه دوران الأرض، حول الدوران حول الأرض مرة في الشهر، ولكن في أي شهر حتى يقابل. لو تلاحظوا القمر، شكل القمر أنت تشوف يختلف شكل القمر بالنسبة لنا، القمر دائما يقابلنا بشكل واحد. خليني أشوف أوريكم، شايف القمر هذا اللي على اليساري هنا، هذا هو شكل القمر دائما، دائما شكل القمر هو هذا. لماذا؟ لأن القمر دائما يقابل الأرض بوجه، يعني دور دورة كاملة حول نفسه كل شهر نجمي اقتراني هلالي. وإيش رأيكم؟ فكروا فيها، تخيلوا هندسيا استطيعوا تجاوبوا حوله عليه هذا. أعتقد جيد أن احنا هذا هو وجه القمر. طبعا هذا الوجه، وين الآن وجه القمر اللي احنا نشوفه شباب؟ اللي على يمين ولا على يسار؟ وجه القمر اللي نشوفه هو اللي على يمين. يمين. اللي على يسار هذا الجهة الأخرى من القمر، هذا الجهة الأخرى من القمر. القمر الله جعله للأرض أولا حتى يواجه الأرض بهذا الوجه الجميل اللي يضرب به المثل في الجمال. واضح هذا الشيء. فبالتالي يتغير يتناقص، يكون الشمس والقمر حسبان،
يعني الشمس والقمر لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا شيء. الشيء الآخر يمكن اللي ما الإنسان ملتفت إليه، القمر ترس الأرض، القمر مصد للأرض. أي شيء، أي شيء جاي بيسقط على الأرض في العادة القمر يدخل بجاذبية القمر في البداية، وبالتالي شايفين القمر المصد الترس. ترس الإنسان لما راح بديك الجهة مثلا انكشف، كشف مثلا هذا الجانب إلا القمر يخفيه عن الأرض. القمر فيه من صفات المؤمن، القمر حزنه في قلبه وبشره في وجهه، نفسه كما يقال منه في عناء والناس منه في راحة، يعني يقابل الأرض بهذا الوجه الجميل ويخفي الجانب اللي يعاني منه القمر، اللي يحفظ فيه الأرض القمر. هذا الجانب الآخر اللي احنا ما نشوفه أصلا، احنا ما نشوف إلا هذا الجانب المضيء، واضح؟ بالإضافة إلى أنه يتدرج يزداد يتناقص، وهذا وهذه واقع من الفوائد التشريعية كما ذكرنا إحنا في أهمية دراسة الفلك. فالقمر يقابل الأرض بوجه واحد. أظن عندنا تقريباً، أعتقد أن نتوقف هنا. طبعاً أيضاً فقط نذكر هذه النقطة، وهي أن نسبة الضوء الذي يعكسه القمر من ضوء الشمس الساقط عليه هي نسبة قليلة، تعتبر 7% مقارنة مثلا بالنسبة اللي تعكسها الأرض. الأرض لو كان، لو نروح على سطح القمر ونشوف الأرض لما تصير بدر بالنسبة لنا تضيء، لأن تعكس بنسبة تقريبا 40%. أعتقد هذا يكفي. الليلة القادمة نتكلم عن الشكل الظاهري للقمر ورؤية الهلال ومعايير رؤية الهلال. فيما بقي من الوقت تقريبا عندنا 7 دقائق، لأن مثل ما ذكرت لكم أنا مخلي النهاية إلى تقريبا 9:15. إذا أحد من الأخوة عندنا عنده أي استفسار أي سؤال يتفضل. الأخوة أو الأخوات طبعاً بإمكانكم تسألوا بالشات، تسألوا بالمايكروفون، ما عندكم أي مشكلة، تفضلوا. نعم يا أخوة، نعم يا أخوات، عندنا 32 متدرب أو مشارك. يلا شباب، يلا يا أخوة، يلا يا أخوات، إذا أحد عنده أي سؤال أي استفسار. طبعا النقطة الأخيرة اللي ذكرناها حول أن القمر مصد، هذه إجابة على سؤال الأخ الشملاوي اللي سأله زين كيف أن يعني كثير من الأجرام اللي كادت تودي بالأرض صدها القمر عن الأرض. نعم يا أخوان، أي استفسار؟ ما عليه، إذا ما في استفسارات بالنسبة إلى ترتيبنا هذا، تفضل. بالنسبة إلى ترتيبنا أن احنا نبدأ بالشكل هذا في الوقت هذا، ما رأيكم؟ ما معنى موت الأجرام؟ موت الأجرام بمعنى أنها أو ولادة الأجرام، جيد. يعني الآن مثلا النجوم قبل ما تتكون تكون نجم، هي عبارة عن غبار وغاز جاي يجي يتكثف يتكثف ثم يصبح نجم، وكذلك النجم ينفجر فبعد خلاص يتحول أجزاء تنتقل إما إلى نجم آخر أو تتلاشى، واضح زين؟ المهم أن يتغير، يعني مو ثابت، يعني قد يتلاشى قد يختفي النجم. الإنسان بعينه رأى نجوم انفجرت في عام 1987، تم رصد سوبر نوفا، انفجار نجم ورصده وتصويره زين. هل حلقة مسجلة أستطيع مشاهدتها؟ أنا حاولت أسجلها الآن بالزوم، ولكن طبعا أنا ما بثيتها عن طريق اليوتيوب، احنا في العادة نبث عن طريق اليوتيوب بس ما بثيت، خليتها الآن، لأن احنا عندنا حلقات مشابهة مسجلة. لو ترجعوا إلى صفحة الدورة في موقعنا على النت، في وصلة مكتوب دورة مسجلة موجود فيها تقريبا هذا الكلام أو نحوه، ولكن احنا يعني يمكن مستقبلا اذا شفنا ان هذه اخراجها لا باس به ممكن نحطها ايضا على قناه الجمعيه باخراجها، اللي هو يعني اخراج الزوم كما يقال. واضح شباب؟ الان بالنسبه للوقت، بالنسبه الى هذا كذا مناسب، احنا في العاده نخلي الدخول الى طبعا نحاول نرفعها على اليوتيوب، بس بعدين ناخذ التسجيل هذا ونرتبه شوي على الاقل زين ويرفع اليوتيوب، بس ما نقدر ان نرفعه مباشره، يعني على الاقل يحتاج الى ترتيب معين زين. فاشوف نشوف كيف متى نرفعه الى اليوتيوب. نعم يا اخوان، هل في اي
استفسار ايضا او زي ما ذكرت لكم بالنسبه للوقت. القمر يدور وظاهر القمر العملاق، طبعا القمر يدور حول الارض في مسار ماذا؟ في مسار بيضاوي، وطبعا الارض تقع في احدى بؤرتي المسار البيضاوي مثل ما ذكرنا في قوانين كبلة. طيب، وبالتالي قد يكون القمر قريب. اذا صادف ان القمر قريب وهو في طور البدر بيبدو لنا القمر البدر كبير لانه بيكون قريب بالنسبه لنا، وخصوصا في بدايه شروقه او عند غروبه، لان في بدايه الشروق والغروب تبدو الاجرام اكبر بسبب ماذا؟ بسبب الغلاف الجوي وسمك الغلاف الجوي، هذا بنتحدث عنه في الدرس القادم عندما نتحدث عن رؤيه الهلال ايضا زين، وعندما نتحدث ايضا عن مواقيت الصلاه في الدرس الثالث اليوم الثالث. فعلى كل حال الأجرام تبدو أكبر عند الشروق والغروب بسبب الغلاف الجوي وانتشار الضوء في الغلاف الجوي. فلو صادف أن القمر أثناء مرحلة البدر هو قريب من الأرض بيبدو كأنما القمر بالنسبة لنا كبير. كيف أستطيع أحدد الجهات الأصلية؟ كما نلاحظ عند أبائنا ببساطة، إذا كنت في النهار فأنت تراقب الشمس والظل قليلا فمنه تقدر تحدد جهة الشمال. يعني مثلا الآن لو راقبت الظل لمدة ساعة ساعتين بتشوف الشمس ترتفع بالشكل هذا. طبعا انت لو حطيت شاخص هذه يوضحها لك بسهولة، يعني عمود مقام تشوف ان الشاخص الظل ماله يزداد مثلا في اتجاه معين او ينقص في اتجاه معين، فتعرف ان هذا ارتفاع اللي ترتفع فيه الشمس. طبعا اذا راقبت لين ما تبدأ تنزل بعد المسألة الشمس ببساطة جهة الشمال تقدر تحددها بسهولة. يعني فرض حطي لك شخص وحط الأطوال ماله، فتشوف هذا الشخص يبدأ يقل 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 يقل، كل ما ارتفعت الشمس يقل الظل ماله إلى أن يصل إلى نقطة يكون أقل شيء الظل، ثم يبدأ يزداد. إذا بدأ يزداد خلاص النقطة اللي يكون أقل شيء فيها اتجاه الظل يكون باتجاه الشمال، وهذه الطريقة اللي احنا في العادة نحدد فيها جهة الشمال. احنا نعرف وقت مثلا الزوال، نجي وقت الزوال نشوف الظل بأي اتجاه يكون باتجاه الشمال تماما بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالية، نصف الكرة الجنوبية يصير باتجاه الجنوب بالنسبة لهم. طيب إذا حددنا الشمال نقدر نحدد الجهات الأصلية شمال شرق غرب جنوب، هذا في النهار. في النهار في الليل مثلا باتجاه النجم القطبي، إذا نعرف النجم القطبي نعرف هذه جهة الشمال تقريبا، فهذا الجهات الأصلية الأخرى نقدر نحددها. نعم أنا أعتذر واقعا على الزيادة في الوقت، يمكن يكون الليلة زيدنا في الوقت شوية، ولكن احنا في العادة ما نبدأ الدرس إلا الساعة 7. أنا فقط أسمح بالدخول في الساعة 7:15 زين، وبقيت إلى الساعة 7:15 قلت حتى لو كان أحد عنده أسئلة بنحاول نلتزم قدر الإمكان بالوقت من 7 إلى 9 إن شاء الله. أعتقد أن هذا يكفي، انتهى الوقت تقريبا. إذا أحد عنده سؤال أخير أو نتوقف في هذه الفترة، وإذا أحد عنده ملاحظات شباب تحضير طيب تحضير يمكن اليوم احنا نقدر نشوف العدد اللي دخل نحاول نحضرهم من هل في طريقة انتون ادرى مني هل في طريقة لمعرفة اللي دخل حتى لو بعد خروجهم؟ ان شاء الله نحاول يعني قدر الامكان. ما ابغى انا الان اوقفكم زين حتى اقول في تحضير، لان وقعنا القائمة انا ما اعددتها لقبل دقيقة، الناس كانت تسجل وكنت ارسل لهم يعني الرابط زين. فعلى كل حال ما اليوم ان شاء الله نفرض ان الجماعه كلهم حضروا، وان شاء الله يعني نحاول حتى اذا كان في مجال نعرف اللي حضروا او نقدر نعتبر الجماعه اللي بيحضروا مستقبلا. ونحن ما ندقق على هذا كثيرا حتى مع الحضور، ولكن حتى نعطيه دوره نقول حضر، مو واحد مثلا حضر ليله او ما حضر شيء مثلا نعطيه دوره الشهاده، على الاقل نقول ليلتين يعني حتى يكون اكثر من النص. اظن ان هذا يكفي، وان شاء الله نلتقيكم الحصه الدرس القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.